عيونك مراهقين يبون عمليات تجميل؟ الإجابة راح تزعل ناس وايد، بس بقول دانا هذه كارثة. الفيلر الأوفر قبيح، ما المفروض الواحد يسوي عملية إذا متوتر؟ والبنات في العزايم يقولون فلانة بتي البيت بتقزنا فيلر، تتحطم طاخ 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 وتطلع. يتنا واحدة شايلة ولدها متوفي على ظهرها بهذه الأزمة اللي هو حريق الجحرة. إحنا عندنا إمكانيات بالكويت مو بس بالتجميل، طلعت حشوات الصدر أأمل من الحقن. السبب اللي يخلي النتائج أوفر غالباً هي الفيلر. شلون تصير الوفاة من حقن الدهون والعمليات؟ هذا الموضوع أنا أحس إنه موضوع وايد حساس الحين. الهبة الحالية بين الفنانات أغلبهم يعني شد الوجه. بتوهقيني معهم. دانا، شاشف حلقة اليوم؟ أخ، واحدة من أحلى الحلقات اللي صورتها، فيها كمية معلومات مو طبيعية. استمتعت مع دكتور عهدي البدر، جراح تجميل. الحلقة كل سؤال تدخلني بسؤال ثاني، وايد كانت أنا عندي مفاهيم غلط، اليوم فهمني إياها صح. وشنو اختيارك اليوم من عصير الضاحية؟ اليوم أبي أتذكر أيام قديمة فعوار قلب. لا تنسون تسوون سبسكرايب عشان محمد يستانس، وتسوون فولو صح؟ ومشاهدة ممتعة، كل يوم يحفظوني نفس الكلام وكل يوم أنسى. باي. دكتور عهدي البدر، استشاري جراح التجميل وحروق، وعندك الزمالة الكندية، عدل؟ نعم. بدأ مشواره الدراسي ببريطانيا والتخصص كان في كندا، من المهن اللي تحتل مكانة عالية في المجتمع، ودايما يتردد على لسان أهلنا إن شاء الله لما يكبر يصير دكتور. الحين ما يمكن تغير الوضع، فضيفي اليوم دكتور عهدي البدر. حياك الله. حياك الله دانا، أهلا ومرحبا. دكتور، أول شيء يوميت أبي أكتب الإعداد، أحس إنه ما تكفي معاك حلقة ولا حلقتين، فكلمنا التيم قلنا لهم نبي حلقة طويلة. الحمد لله إنك جيت مبكر، عشان نبي يعني مو إن أستغلك، بس صراحة أنا بنستفيد منك، يعني الاستشارة اللي بأمي راح تعطينا إياها فور فري اليوم. أنا شرفني أكون معاكم. شكرا دكتور. إن شاء الله. أول شيء قبل لا نبلش، نبي نعرف بالبدايات أيام الدراسة، وشنو أول شيء تذكره من ذيك الفترة؟ أنا درست الطب في بريطانيا، منطقة اسمها ليد، تصير تقريبا شمال لندن، تقريبا 3 ساعات بالقطار. وكانت ذيك الأيام الأمور ما فيها المواصلات والسوشيال ميديا والإنترنت الحالية، هذه كانت شوي أصعب يعني. رسائل ولا؟ والله كان في البداية كان رسائل. رسائل. وتليفونات، هذا يعني كشخة. وتليفونات العادية يعني، عشان الناس ما تفهم، كان تليفون أرضي. وكانت جدا صعبة يعني، أيام صعبة يعني. الغربة دائما مثل ما يقولش الغربة كربة، كان الواحد عمره 18 سنة. كان ببالي ان الغربه نفس السياحه، بتروح الجو حلو، ترجع الاوتيل تنام ترتاح، تاكل باي مطعم، عقبها تعد الايام اللي باقيت لك وترجع الكويت. حلو. لكن بالحقيقه الغربه خير، اللي مجرب الغربه يمكن يفهم كلامي ويعرف انا ايش قاعد احس. لما واحد عمره 18 سنة، نعم احنا مدرسين انجليزي بالمدرسه، لكن انا كنت مستشفى بالمدرسه حكوميه. فمهما كان مستواك ما توصل يعني للمستوى ان انت تحاور وتفهم وتاخذ نوتس بالمحاضره، يبي لك شويه يعني وقت على ما تتعلم، حتى اذونك تتعلم على 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 اللكنه. وبخصوص اللكنه، احنا مفكرين ان بريطانيا كلها نفس اللكنه ونفس الكلام، بالعكس هم مناطق يعني، كل ناس لهم لكنه مختلفه، وهذا يصعب عليك. تخيلي عمرك 18 سنه، لغه جديده، بعيد عن الاهل، انت تغسل هدومك، انت تضرب اموتي، انت تجهز اكلك، انت تدرس، انت وراك امتحانات، لا سمح الله مريت بظروف تبي احد بس تفضفض له. هذه الامور كلها ما كانت موجوده. الحين اللي تغربون، انا ما اقلل من قيمه الغربه، الغربه صعبه مهما كان يعني، لكن الحين في تليفون، في فيديو كول، مش عارف ايش، التواصل، الدنيا سهله، عايشين معاك يعني اهلك. صح. فهذه كانت صعبه، بالاضافه ان انا طلعت من بيت مستقر يعني من جميع النواحي، من ناحيه اجتماعية، نفسية، مادية، من جميع النواحي، ما كنت أحتاجة أني أتغرب. فخلاص أنا اخترت الطريق وبديت، ما كنت أقدر أرجع. يعني بالبداية كانت صعبة، ولكن مع الوقت ربك سهلها والحمد لله تخرجت. لكن لو بتسأليني أخلي عيالي يتغربون، بقول لك لا، ما تخليهم يتغربون، ما ودي إلا إذا هم مصرين على الشغلة هذه. هم اختاروا ولا؟ هم ما تغربوا، هم درسوا بالكويت، بس الحمد لله. أنا ما أحب، لأن فعلا الغربة دانا مو سهلة
يعني صح جوابي طويل صح؟ لا بالعكس الجواب حلو. تدري ليش الجواب حلو؟ لأن أنا أحب لما أبلش مع أحد أن أتكلم معاه كذي عن بداياتها، لأنه يذكرني كذي، تعرف أن أنا بأذكرك بلحظات قديمة، لأن إحنا بندش من أول بعدين نبدي بالمنتصف بعدين نختمها بكونكلوجن. حلو حلو. أوكي؟ فلو يرجع فيك الزمن حق هذاك الوقت بس بعقلية اليوم، شنو اللي راح يتغير؟ والله ده أنا أشوفه هي الغربة قوتني للأمانة يعني، لكن كان في مغريات كثيرة، وكان في مثلا مخاطر كثيرة. الحين أنا ما أتخيل أني أخلي مثلا عيالي يروحون هناك، راح أنا يمكن طبعي كذي حريص أخاف عليهم بزيادة، ما أدري هذا صح ولا غلط، بس في مغريات كثيرة ممكن أنهم يروحون باتجاهه بعد فترة يتغير يصير شيء ثاني. لو رجع فيني الوقت أدرس بالكويت. تدرس بالكويت؟ إيه هذا فهو سؤالي. إيه. ليش ما تخصص بالكويت؟ جراحة التجميل ما في تخصص وقتها بالكويت. سمعت إن حاليا يعني بدوا يفتحون وكذي، لكن وقتها ما في. جراحة التجميل صارت عقب. أوكي. عقب بريطانيا أنا تخرجت، رجعت بالكويت اشتغلت، عقبها قدمت على على جراحة التجميل. قبل لا أتكلم عن جراحة التجميل والتخصص، أنا أذكر اليوم اللي طلعت فيه من بريطانيا يعني كانت فرحتي يعني لا توصف، وكانت هذه بالي بيني وبين نفسي هذه خلاص هذه آخر غربة بحياتي، وأنه راح أستقر وإلى آخره. وصلت الكويت أشوف الناس والدكاترة وزملائي قاعد يقدمون حق برا، وأنه لازم التخصص، وأنه هذه كانت صدمة، ليش ما نقعد بالكويت نتخصص بالكويت؟ فما كان في مثلا كل التخصصات موجودة بالكويت حلو وقتها، فما مداني بلعت ريجي ورديت قدمت مرة ثانية على كندا، لأن كانت الكويت في بينها وبين كندا تعاون في جميع التخصصات. تمام. فأنا قدمت من ضمن المناطق اللي ردوا علي كانت منطقة مونتريال. حلو. في كندا، فعطوني موعد وحطيت وطلعت الفيزا وإلى آخره، ورحت حسبالي موعد لي بروحي بالكثير معي واحد اثنين وخلصنا. أثاري في مقعد واحد، وأنا ما أذكر الرقم بالضبط، لكن أعتقد 16 أو 17 واحد من الخليج، دول الخليج، ومقسمنا على يومين المقابلات، يعني اليوم 8 باشر 8 أو اليوم 7 باشر 7، والله ما أذكر السالفة قديمة. فأنا أول ما دشيت انصدمت، قلت يعني أوكي هالسبعة مثلا أقدر عليهم، هذول السبعة أنا وين أقدر عليهم يعني، وين بيطلع لي؟ وأنا فعلا شوي حاشني إحباط وقتها، يعني أنا تخيل الطيران من الكويت لكندا ياخذ يمكن 17 ساعة، ما طرت على بالي الشغلة هذه. حلو. قابلوني خلصنا، رجعت ثاني يوم الكويت وأنا تقريبا شبه فاقد الأمل، يعني إنك تنقبل مستحيل. إيه يعني أوكي بتطلع، الثاني ما راح تنقبل، ثالث ما راح، فهمتي قصدي؟ أوكي. رديت، وأنا كنت دام وقتها في مركز البابطين للحروق والتجميل عدل، ووقتها ما كان في طبعا المسجات غير الإيميلات. تمام. إيه وصلني إيميل، وأعتقد معهد الكويت للاختصاصات الطبية تواصلوا معي، ما أذكر منه قبل، يا الإيميل يا المعهد واحد منهم. حلو. الحين الشعور مختلط، إن أنا فرحان إن حصلت، يعني هذا بيني وبين نفسي، يعني أنا أذكر راد من الطيارة قاعد أفكر، قاعد أقول زين إذا لا سمح الله ما حصل لك، تبتنطر لإسرائيل يتقدم ولا بتختار تخصص ثاني، ولا يعني إذا كل سنة يبون واحد أنا وين أحصل محل؟ فأنا هذه اللحظات هذه ما أذكرها سبحان الله يعني. فياني القبول، ولازم الحين ترد علينا. اي لان اذا انت ما تبي نعطي واحد ثاني. تمام. زين الحين ترد علينا اذا قلت لكم اي معناته غربه جديده، وانا ما صدقت على الله خلص بريطانيا وارتاح واستقر. لكن ما كان وقتها في خيار ثاني، ما كان في الا كندا. فوافقت ورحت، وبدت مثل ما يقولون غربه كندا. نعم انا كنت اكبر والواحد متمكن اكثر من الدنيا، لكن مثل ما قلت انا بالبدايه الغربه كربه، كان الشغل كثير. اذكر في واحده من المستشفيات كان قسم جراحه التجميل بالدور 19 تقريبا، فلما من كثر التعب تكون مو نايم يومين. انا ما انسى اللحظات هذه سبحان الله، كأنها قدامي. يعني أنا أذكر في لحظات كنت أنام بالأسانسير وهو صاعد ثواني كذي من كثرة التعب، أنا هذه ما أنساها من كثرة التعب. بعدين الجو عندهم 4 شهور ثلج، إحنا نقول بالكويت ودول الخليج البرد مثلا عندنا لو وصل 0 ولا -1 إحنا نقول ويل الجو بارد صح. يعني هناك عندهم يبلش مثلا -10 -، بعدين يوصل في أيام -40.
يعني ماينس 40 هذا انا ما سمعتها من اول. فوق الاكتئاب اكتئاب. فوق الاكتئاب اكتئاب، ومطلوب منك اشياء كثيره وغربه فكانت هني اقدر اقول شويه فادتني دراسه بريطانيا كلغه وكغربه يعني. اعتقد ان هذه كم سنه دكتور التخصص؟ 6 سنين. والدراسه الاوليه؟ الاوليه 7 في بريطانيا. فالتوتال نتكلم 13 سنه. طريق طويل. يعني صراحة أزعل إذا ما حد نادى الدكتور قبل اسمه دكتور. دانا شوفه هو طريق طويل وايد. وبعدين أقول لك شيء، أنا بعد من ضمن الأشياء اللي أذكرها، ربعي اللي كانوا معايش ناس راحوا هندسة، راح ناس راح تخصصات مختلفة. تمام. بعد 4 سنين أنا كنت في بريطانيا، هم تخرجوا قاعد يدورون وظايف وأنا إيد ورا وإيد دانا ما خلصت. بعدك خلصت 7 سنين، رديت الكويت، هم صار لهم فترة يشتغلون، اللي كون نفسه، اللي تزوج، أنا وراي غربة ثانية وتخصص، فطريق الطب طويل ما ينتهي. ولذلك أنا ما أجبرت عيالي على الطب، لأن الطريق طويل، إذا أنت ما تحبه ما راح تنجح فيه. ومو بس طويل، الطويل وفيه تحديات، باستمرار فيه تحديات، يعني متعب. ليه اليوم دكتور؟ ليه اليوم؟ طبعا بس أنا أقول لك اليوم أسهل كثير، الواحد خلاص استقر، لكن بالسنوات السابقة كانت الدنيا صعبة فعلا. دائما تحديات، دائما تحت ضغط نفسي كبير. الحين في ضغط نفسي مع المرضى والعمليات، لكن ضغط مختلف يعني. خلاص صرت متمكن أكيد. إيه بس يظل الضغط النفسي إيه. إيه بس طبعا أحسن من أول. إيه. برافو. بخصوص كندا، علشان يعطونك مقابلة لازم أول تقدم امتحان مثل معادلة. أوكي. بالطب امتحان عام. التجميل امتحان عام. اوكي. علشان يعطونك قبول حق التخصص. اي بعدين. أوكي. بعدين عفوا عشان يعطونك مقابله. غير انه بعدين المقابله عقبها يصير فيه قبول. وايد صعب. وايد صعب. وايد في البورد الكندي صعب. نعم. وايد صعب. نعم. انزين دكتور، الحين ابي تدرجك بالوظيفه، رجعت من بعد الاختصاص، وين المستشفى او اي مكان اشتغلت فيه؟ اشتغلت في مركز البابطين للحروق والتجميل. اشتغلت كذا سنة وترقيت في البابطين. وبعدها بكذا سنة فتحت عيادة خاصة، فجتني فترة اشتغل في الحكومة الصبح والعصر بعيادتي. بالعيادة الخاصة. العيادة الخاصة. والحين خلاص صار كله بالقطاع الخاص تشتغل. بس ايه انا صار لي سنين انا مستقيل من الحكومة. مستقيل. مستقيل. نعم. اوكي. الحين بدش على بارت التجميل. دكتور أنا يوم جيت أبي أكتب أسئلة التجميل من كثر ما عندي أسئلة أحسها بحر وعالم، وفي ناس ضايعة وأنا منهم، ممكن معلوماتي تكون غلط، ممكن تكون صح، ممكن الدراسات اللي أنا أقراها في السوشيال ميديا مو صحيحة. الحين بعد يعني أي معلومة قمنا ندخل جوجل نشوفها وهي 3/4 غلط. صحيح. فاليوم نبي تصحح لنا المعلومات اللي أنا وغيري عندنا إياها، يعني أنا ماخذ الأسئلة هذه من أكثر من شخص لأني أبي أسألها ولأني أبي أعرف الصح من الغلط. توكلنا. أوكي. إنزين الحين لما الدكتور يسوي عملية، أنا طبعا سلبية، فأبي أعرف شنو أهم أسباب فشل العملية. حلو. احنا علشان نقول العمليه فاشله شلون؟ اي يعني نبي نعرف شلون فاشله اول، يعني بنظر المريض ولا من ناحيه طبيه؟ اوكي. مثلا صارت فيه مضاعفات بالعمليه. اوكي. المضاعفات هذا مو فشل. شنو هذا المضاعفات؟ مثلا لا سمح الله نزيف، التهاب، الجرح جزء منه يفتح، هذا مو فشل. هذه تعتبر مضاعفات. هذه تحصل احيانا حتى اذا خذيت دواء معين، خلينا نقول دواء ضغط لا سمح الله، صحيح، او اي دواء ثاني، دواء سكر، ساعات تصير مضاعفات المضاد الحيوي، في ناس عندها حساسيه حق بعض. هذا مو خطا ولا فشل من الدكتور اللي وصفه، هذه مضاعفات. في مضاعفات. تمام. في شيء بالطب عندنا، احنا ما عندنا كلمه فشل. ما في كلمة. إيه. حتى لما يصير مثلا لا سمح الله تحقيق، احيانا يستدعوني احقق من ضمن فريق عن مريض شاكي على دكتور او شيء كذي، ما في كلمه فشل، عمليه فاشله. في مضاعفات، في خطا طبي. تمام. هذا مو مضاعفه. تمام. في اهمال، في تقصير.
فما نيجي نقول عملية فاشلة، ما في شيء اسمه عملية فاشلة. أي. بالطب ما في. حلو. إهمال تقصير خطأ طبي هذه أشياء مقبولة. شنو اللي يفرق الإهمال عن الخطأ الطبي؟ الخطأ الطبي مثلاً إنه ما المفروض مثلاً إنك مثلاً المريض مسوي عملية بالمكان الفلاني وأنت تدري إن الشرايين مثلاً بالمكان هذه مقطوعة بسبب العملية السابقة، أنت اشتغلت فيها وسويت نفس الطريقة أو طريقة مختلفة حق المنطقة هذه، إنزين شلون الأغشية راح تعيش هذه؟ لازم أنت تبرر أنا دخلت من كذا كذا لأن الشرايين مقطوعة من أول، فرحت مكان ثاني يعني. حلو. إيه. شوف دكتور، أنت بسألك سؤال عن فشل العملية. نعم. أنت قلت لي إن ما في شيء اسمه فشل العملية، المسمى هو خطأ أو إهمال. لا بالطب ولا بالقانون، ما في كلمة، مو بس بالطب، حتى بالقانون. هذا بيننا إحنا بالعزايم والزوارات. إيه هذا كلام عامي. إيه بالضبط، هذا كلام عامي يقولون العملية فاشلة. فاشلة العملية. صحيح فاشلة. صحيح. إيه. إحنا قلنا مثلاً أحياناً المريض يقول العملية فاشلة مثلاً، يمكن هو كان عنده توقعات أكثر، يمكن الدكتور ما شرح زيادة. هذا يعتبر هذا كلام عامي. أوكي. شنو الخطأ الطبي؟ الخطأ الطبي مثلاً خلينا نقول في أمثلة كثيرة، لكن إحنا قاعد نتكلم مجال التجميل. إيه. مثلاً شفط البطن مثلاً. ولا سمح الله وبالغلط دخلوا عند الرئة أو داخل المصارين، هذا خطأ يعتبر. حلو. يعني ما تقولين تقصير، هذا خطأ. هذا خطأ طبي. هذا خطأ، هذا مثال يعني. من مثال. والإهمال. إهمال لما تعرف إن مثلاً أنت مسوي عملية وفي منطقة كان ممكن إنها تعيش وتعطي نتيجة أفضل، لكن أنت أهملت، ما سويت إجراء معين، أهملت ما تابعت المريض. هذا يعتبر إهمال. لأن المتابعة بعد العملية برأيي أنا لا تقل أهمية عن العملية نفسها، جدا مهمة المتابعة بعد العملية. بعد العملية المتابعة جدا مهمة، وبكل العمليات مو حتى العمليات الصغرى جدا مهمة. شوفي أنا تعلمت عقب السنين هذه كلها أنه ما تحمل شكوى مريض. معلش الواحد في بدايته كان يقول لها هذا ما راح يصير كذي والأمور زينة وأنا مسوي العملية، لكن مع مرور السنين سبحان الله الشخصية تتغير، تصير حريص أكثر، خايف أكثر. يذكرني بسواقة السيارة أول ما قمنا نسوق، ما كنا ننتبه بزيادة، ما كنا مثل ما يقولون يعني مو ملتزمين. لكن الواحد مع العمر سبحان الله يصير يحط بريكات على كل شيء. صح. فسالفة أنك تتابع بعد العملية هذه جدا مهمة. إنزين دكتور، أنت تقول متابعة بعد العملية وايد مهمة، هي للي يسوون عمليات خارج مكان إقامتهم، يعني مثلا يسوونها بأي ديرة برا ويرجعون على ثاني طيارة الكويت وتصير مضاعفات، أو أي مكان يكونون وتصير مضاعفات ثاني ثالث يوم من رجعتهم الديرة، شلون هالشيء يصير؟ شوفي دانا، أنا ماني ضد إجراء عمليات خارج الكويت. تمام. في دكاترة كفاءة كثيرين. تمام. لكن أنا دائما أحب أن الدكتور بنفسه يتابع المريض. فإذا المريض يبي يسوي عملية ويقعد عند الدكتور برا فترة كافية. أوكي. لدرجة أن حتى الدكتور يقول له خلاص أنت بالسليم، تفضل سافر ارجع بلدك، أنا معاها. لكن أن المريض يروح يسوي عملية في أي دولة حتى لو بأمريكا. تمام. ويسافر ثاني يوم ثالث يوم ويرجع الكويت مهما كان معاه تقرير معاه كذا، الدكتور ما يقدر يفهم التفاصيل الثانية، التقرير ترى ما يكتب كل شيء. فأنا ماني ضد العمليات خارج الكويت، لكن يعني أنا أعتقد أن المفروض المريض يقعد على الأقل فترة كافية الريكفري ماله. إيه يعني يقعد فترة كافية لدرجة أنه يتأكد أنه ما في شيء. تمام، عشان لا تصير مضاعفات. لأن أنا أشوف يعني أغلب الحالات، أغلب المحيط لما يسافرون برا يرجعون ثاني طيارة ثالث يوم في مضاعفات، يعني ما شفت أحد صراحة سلم من هالموضوع. فممكن كلامك 100% صح، موضوع المتابعة وايد مهم. ولو سألتيني أي شهر تشوف المرضى هذولا أو تقابلهم، راح أقولش آخر الصيف. آخر الصيف. أي 8-9 أقابل حالات كثيرة، وبعضهم ترى ما في مشكلة، المريض ما في مشكلة، ما في مضاعفات، بعضهم في مضاعفات، لكن بعضهم ما فيهم مضاعفات، لكن ما في أحد فهمه شنو القصة، ليش شكل الجرح كذي، شنو يسوي بالمرحلة هذه، شنو المرحلة القادمة. يعني مهما كان في فرق ما بين الإنسان والماكينة، هذا مو ماكينة، يعني مو تقول أنا صنعتها يلا اللي بعده خل أصنع اللي بعده، هذا جسم يحتاج متابعة. صحيح 100%. دكتور، أنت قبل شوي تكلمت عن التوتر
كطبيب يعني في أوقات معينة تكون متوتر فيها، التوتر اللي فيك يعني دايماً يجيك من المريض ولا من العملية نفسها؟ أنا ما أذكر أني ذكرت كلمة توتر، أنا قلت ضغط نفسي. أي ضغط نفسي سوري. أي التوتر ما هو شيء زين، لكن الضغط النفسي موجود. أنا ما أعرف ليش الواحد يكون متوتر، ما المفروض الواحد يسوي عملية إذا متوتر؟ ما يسويها. التوتر الله يبعدنا عنه، لكن الضغط النفسي هذا موجود. دانا تكون أنت تعبان، أنت مشاغلك بالدنيا، العملية أحيانا تكون صعبة، أنت داش على عملية ترميم، أنت تدري أنه ما في اختيارات كثيرة، أنا هذا الخيار ملغي لأن اللي قبلي سواه هذا ملغي، ما عندي إلا هذا. فأنت يعني إنزين إذا هذا ما مشى بالعملية لا سمح الله شنو راح أسوي، شنو أقول حق المريض؟ طبعا أنت شارح لي قبل العملية، بس برضو خلينكم صريحين دانا، بعض المرضى إيه إن شاء الله وتوكل وإحنا نثق فيك وهذا، لكن ساعات ما يقدرون أن كل عملية لها صعوبتها، البعض صحيح. منهم صحيح ما يقدر. عجبكم شعري بالحلقة؟ اللي متابعني يدري أني مع باتو كلينك، ردوا كملوها. أوكي دكتور، صرحت قبل أن مو كل أجهزة شد الترهلات وإزالة السلوليت تصلح لجميع المرضى. نعم. شلون تحدد هذا المريض يصلح له هذا الجهاز؟ أوكي هذا الإجابة راح تزعل الناس وايد، بس بقول أنا أحب الأجوبة اللي تزعل. بقول أنا بتكلم كلام علمي. صج أنا طب ما في هذا طب ما في مجملة. أنا ماني ضد أجهزة شد الجسم. أوكي، لكن أنا ما أستخدمها لأن ما في دليل علمي واضح يقول إن في أجهزة تشد الجلد. حلو حلو. فاللي تسمعينه هالأيام عملية شفط وشد، هذا الكلام مو وايد دقيق، واسمحي لي أشرح لك. جهاز الشفط موجود صار له سنين طويلة، هو نفسه جهاز كلاسيكي بارد يشفط. أوكي تمام. بعد فترة طلعت أجهزة فيها حرارة يستخدمونها قبل جهاز الشفط، يعني الأجهزة هذه ما تشفط. لا ما تشفط، شو تسوي؟ تذوب الدهون. هل هي معتمدة من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية؟ إيه معتمدة. معتمدة حق شنو؟ شنو؟ حق إذابة الدهون فقط. أعطوني جملة مكتوبة تقول إن معتمدة لشد الجلد، ما فيه. مستحيل. فأنا أتكلم كلام علمي. أوكي. وأنا مستعد أواجه أي شخص كلام علمي حسب منظمة الغذاء والدواء الأمريكية. فهم يخلطون شوية الكلام البعض عشان نعمم. البعض يخلط يقول أستخدم جهاز الليزر لشد الجسم. عدل. إيه؟ ما يخالف، عطني الدليل العلمي. أنا عن طريق بودكاست دانا أنا أتحداكم اليوم، إحنا نتكلم اليوم. أنا ما يمكن أغير كلامي بعد سنة سنتين ينزل جهاز جديد، أنا أتكلم عن أوكي. اليوم عطوني دليل علمي واحد يقول إن الأجهزة هذه تشد، ما فيه. فإذا شفتي يدانا واحدة مسوية عملية شفط حلو وجلدها مشدود، شلون؟ هذا بفضل الله سبحانه، ثم بفضل طبيعة جلدها، وليس الجهاز الإضافي اللي استخدموه اللي يذوب الدهن فقط. وإذا شافوا نتيجة على الجهاز هذا بفضل الله سبحانه وفضل السكين، طبيعة جلدها، طبيعة الجلد ضبطت وياها. نعم. أقول لك شيء، عملية شد الزنود المترهلة مثلا، في أنواع لشد الزنود، في واحدة منهم يكون جرح طولي، عدل، ما حد يحب جرح طويلة. صحيح. حلو. فبالفترة الأخيرة صار في أجهزة إن فتحة صغيرة هني نشفط من خلالها ونشد وإلى آخره. كمية المرضى اللي يجون العيادة مسوين في أماكن ثانية الطريقة هذه وعندهم ترهلات مو عدد قليل. إنزين ليش ما شد؟ لما يكون في كمية كبيرة لازم استئصال. استئصال تقصد القص؟ جراحة. أي أوكي. فهي نقول انخدعت، قالوا لها ان هذا يشد، فلما نقول انزل ليش ما ترجعين حق دكتورك اللي قال لك كذا خلاص يسوي لك عمليه، قالت انا فقدت الثقه، ليش هو يقول لي من الاول ان جلدي يشد بالجهاز هذا؟ فهمتي قصدي؟ فهمت. الجهاز هذه ما تشد. انزين اذا عندنا واحده سوت شفط فقط، اوكي انا ما استخدم الجهاز هذا، بس خلينا نقول ان في احد استخدمه وجلدها زين، جلدها زين راح يشد، ما راح يشد، ما له داعي انا اسوي شفط من غير ما استخدم الجهاز هذا يشد الجلد. صحيح. لكن أنا أعتقد جزء منه تسويق، لأن كل سنتين يطلع لنا جهاز جديد هو نفس الأولي، بس يغيرون الشكل شوية، يغيرون الموديل، يغيرون الاسم،
التسويق مهم دانا بكل مجال. صحيح 100%. والناس تصدق يعني مهما كان الناس تصدق، خاصة لما يحطوا لهم قبل وبعد، يعني هذا ترى خلاص يسلمون أمرهم قبل وبعد. اي يحطون صورة قبل وبعد، هم ما يدرون يعني فوتوشوب، وهو صح هو صح هو كلامك. هو جلدها هو جلدها زين. فلما يقول لها احنا ترى استخدمنا الجهاز، ترى يمكن الدكتور ما صحيح. ما قال شيء غلط، استخدم الجهاز بس هي لان جلدها زين شد يعني يعني صحيح. مو عشان جهازكم هذا. انزين دكتور، شلون تعرف اذا جودة المريض جلد المريض ممتازة؟ هو من اي سكن؟ هذا بين بالفحص، هذا بالممارسة والفحص اليدوي. بالممارسة والفحص اليدوي. اي عشان كذي انا ساعات اتحاشى اجاوب اجابة عامة، لازم افحص المريض. حتى ساعات مثلا بالانستغرام يسألوني انا ما لازم افحص، ما اقدر اقول شيء بعدين لما المريضة تجيني اقول لا لا انا غيرت رايي، انت ما يصير. ما ينفع. فالفحص هو الفصال على قولتهم بنوعية جلد المريض. اذا كان سيء او متوسط او ممتاز. الاجهزة اللي الحين بأغلب العيادات وأغلب ممكن المستشفيات، هل هي كلها تجارية؟ لا طبعاً، لا 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 طبعاً لا. كلمة أجهزة لا، في عندك أجهزة ليزر. أي مثلاً؟ لا لا، أجهزة الليزر هذه معتمدة. وش الدكتور يعني لما الترهل؟ أنا الشد الخارجي الأجهزة هذه أنا قلت رأيي فيها، هذه ما تنفع. وأنا دائماً أقول حق المرضى الجهاز هذا لو نتائجه معتمدة واضحة كنت يبدع يأتي، أنا ما يبدع يأتي لليوم، ما يبدع ما يب، لأنه ما راح يحرجني مع المريض، راح يدفع المريض تكاليف ما يعني شيء خارجي. أتكلم مو أوكي. عن أجهزة، أنت سألتيني سؤال عام. ايه؟ عن الليزر وكذا. الأجهزة الخارجية اللي مو بالعمليات. ايه الأجهزة الخارجية هذه أنا برأيي اللي مثلا after recovery بعد عملية يسوونها، فيها البروسس، فيها الأشياء هذه بعد العملية، تكسير الدم المتجمع وهذا. نعم في أجهزة سونار، نعم تفيد تكسر وتتنعم المنطقة هذه تفيد. أوكي. المساج اليدوي، المساج عن طريق الأجهزة يفيد، بس ما تقولوا لي إن واحدة ما سوت عملية، ما سوت شيء، عندها جلد مترهل، في جهاز سحري يخلي الجلد يشد، ما في. بعد إذا رحت أنا عند عيادة وسويت هالخطوات هذه راح أعاقب نفسي. والله للأسف يصير هذه الأجهزة، أنا مسميها حصالة. حصالة؟ هي صدق حصالة. حصالة المريض اللي ما يبي عملية بروح أقط فلوس بهالجهاز وهذه كذي هي عايشة الأجهزة هذه على كذي. خلي أجرب قبل أسوي عملية. خلي أجرب. تصدق دكتور أمي أكثر من مرة جت تبي تشد ويها وراحت حق كذا دكتور علشان تبي تشد ويها، بعدين صارت تتردد وسوت أكثر من مرة جربت أجهزة وتقول لي هذا أنا في فرق. قلت لها أنت لو بهالفلوس شادة ويهج أحسن لك، وايد أحسن. والريكفري يعني تقريبا 2 ويكس أو شغلة كذي ولا شكل تقريبا. إيه يعني فلما تقول لي ها ايش رايك تغير، أقول لها يعني لا يحتاج قص، يحتاج شد، يحتاج. فكلامك منطقي دكتور، لأن ما حسيت أنه فاد مع أمي يعني كذا عيادة راحت وجربت وأنا اسمحي لي بقول لك نقطة، أنا جراح، أنا أقدر أسوي عمليات وأقدر أجيب أجهزة صح؟ عدل. فلما أقول أن الأجهزة أغلبها ما تنفع تشد، أي. البعض يفهمني غلط ان انت عشان جراح تبي تسوي عمليات. انا اقدر اجيب الاجهزه بعيادتي عدل، اقدر اسوي عمليات صح، ما نفعت الاجهزه بسوي لك عمليه، انا مو خسران صحيح. بس انا رفضت اني اجيب لان ما منها فايده. ما منها فايده ده. ما منها فايده دكتور. احس انا عالم التجميل عالم دائما في اشياء دارجه، في ابديتس جديد، في ما أعرف من السوشيال ميديا مع تقدم التجميل الحين بالفترة هذه الأونة الأخيرة، ما تحس أن الناس تبي تكون أشكالها طبيعية أكثر ولا أنا يتراوالي هذا الترند؟ لا مو يتراوالي فعلا. الناس بدأت ترجع حق الطبيعي أكثر، لأن فعلا الشد الأوفر، الفيلر الأوفر قبيح. الناس البداية كانت مو عارفة ومنبهرة، بعدين للأسف صاروا كلهم يتشابهون. إيه للأسف صاروا كلهم يتشابهون. فمثل اللي البعض مثل ما تقولين خذ خطوة لورا وقام يتحاشى الأشياء هذه الأوفر، وهذا شيء يفرحني يعني إن إحنا التجميل بدأ يفقد سمعته بسبب الأشياء الأوفر اللي تصير. شنو سبب الأشياء الأوفر؟ أنا أعتقد الأثنين، المريض
والدكتور بعض الأطباء، إحنا ما نعمم. المريض والدكتور. إيه. يعني مثلاً أنت لما تقول حق مريض ما ينفع لك الشيء هذا، أو مثلاً ما تحتاجين فيلر، خلاص أنت قلت يكفي يكفي خلاص، ما المفروض غير كلامك. إذا غيرت كلامك راح يصير هي أوفر. صحيح. إيه فشوفي إيه هي ضغطت وهو قبل. فأنا السبب تحمل اثنين، أنا ما برد الدكاترة أو بعض الدكاترة، بس أنا أعتقد هذا هو السبب. يعني في ناس ممكن سوت عمليات وبعد كم سنة قالوا رمموا عملياتهم أو قالوا نبي ترد أشكالنا طبيعي، هل ممكن يرجع؟ في بعض الحالات ممكن، مثلا حقن الدهون في بعض المناطق ممكن نحن نسوي لها شفطة نقللها. ماني قادر أتخيل التجميل اللي يصير أوفر، الشد هذا ماني قادر أتخيله، شد البطن ما راح يصير أوفر، لكن اللي كنت السبب اللي خلي النتائج أوفر غالبا هي الفيلر. الفيلر. الفيلر هي اللي تغير الشكل، تخلي أوفر وتخلي الناس تتشابه. كتجميل وي وينحط في الجسم الفيلر ولا لا؟ تجميل وي وينحط بالجسم. ينحط في الجسم. ينحط في الجسم. إيه. وهذا أنا بتقولي لي أنت كل شيء ضد أنا مو ضد شيء. ها. أنا في بعض مناطق الجسم أحب أحط دهون مثلاً. حلو. أحط فيلر أو دهون في الكفين ممكن. تمام. الوجه دهون أو فيلر ممكن، لكن إذا تسأليني عن باقي مناطق تحت أنا أفضل إنه ما ينحط فيلر، لأنه مكلف، تحتاجين كمية كبيرة، ممكن يسبب تهيج وهي رايحة النادي. تمام. ما راح يدوم بعد سنة، بترد مرة ثانية، تدفع مرة ثانية. تمام. شفت حالات يعني مسوينها كانوا في عيادات ثانية ويوني فيها تهيج وإلى آخره، فأنا ما أستخدمه حق باقي الجسم. مع أنه هو مصرح من قبل منظمة الغذاء الدول الأمريكية، مصرح من منظمات كثيرة. لكن يمكن مع لما يحطونه مع يعني مع الأيام تحس إنه هو كاستخدام مو زين. دانا في أماكن الحركة الفيلر ممكن يتحرك. الفيلر يتحرك. قاعدة والقومة هذا ممكن يتحرك، ممكن يسبب تهيج. تمام. فأنا ما أحب الفيلر في الجسم اللهم ولا الكفين. الكفين. عشان يملي الخطوط الوجه. والوي. اوكي دكتور، بذكر لك فئات عمريه. نعم. انزين، وابيك تقول لي من اللي لاحظته عندك في العياده اكيد شنو اكثر شيء ينطلب. اوكي ايونك مراهقين يبون عمليات تجميل بالسنين الاخيره؟ ايه. وراح افاجئ بالاجابه، مو بس بنات. حلو. في اولاد عندهم تضخم بالصدر يسبب له احراج وتنمر. تمام. أول هذا كان يعيش حياته ما يدري أن هذه مشكلة حلها سهل، يعني واحد عنده مثلاً 15 سنة 16 سنة عنده تثدي أول ما كانوا يعرفون، فيعيش طول عمره كذي يلبس تيشيرت ما يقطع، يلبس مقاس أكبر من مقاسه عشان ما يبين، يعيش خلاص مشكلة ويعيش فيها. نتكلم على الأولاد هذين الحين بالفترة الأخيرة غالباً أهلهم هم اللي يواجهونهم. أي مع أبوه أو مع أبوه. حلو. إيه. البنات وهالشيء أنا أرفضه وما أسوي، بنات صغار 16 17 18 سنة يبون فيلر حق الشفايف، ولا أنا ما أسوي هذا، يعني أنا معلش أنا رأيي يعني هذا، أنا أحس إنهم صغار وفي مجالنا ملامحهم تتغير، أرفض أسوي. دكتور قلت لي عن التثدي يصيب الشاب اللي يعاني من وزن زايد ولا يكون وزنه طبيعي وهو عنده أوريدي تثدي، أو شلون الطريقة تصير؟ ممتاز. شنو أسباب التثدي؟ شنو؟ التثدي ممكن يكون سببه مرحلة البلوغ، 13 سنة فجأة صار في تثدي وصار في ألم، هذه واحدة. السمنة الزايدة. تمام. ممكن الوراثة، أنا وإخواني نفس الشيء كلنا، هذين الأسباب الثلاثة نسبتهم جدا جدا بسيطة. أكبر سبب للتثدي هو ما في سبب. أكبر سبب للتثدي إنه هو ما في سبب؟ ما في سبب. يقول لي أنا أخواني مو نفسي، أنا بلغت وتميت فترة ماكو شيء بعدين وأنا وزني زين، فجأة طلع لي الحين وهرمونات. طبعا الهرمونات أحد الأسباب، هرمونات الطبيعية ماكو سبب. في أشياء ترى كثيرة بالطب ما لها سبب ما لها تفسير. فأكثر سبب للتثدي هو إنه ما في سبب، ما تلقين الدورين ما في. أبي أرجع حق موضوع التثدي وأسأل عنه لأن أبي أعرف شلون طريقة العملية والبروسس، بس بعد هالسؤال. الشباب الصغار من 21 لخمسة 25 شنو أكثر طلباتهم؟ أكثر شيء يا إما تثدي أو ترهلات ما بعد
عمليات إنزال الوزن نفس التكميم وتحويل المسار. إيه. يسوي عملية يصير في ترهل ينزل وزنه يصير في ترهل يحاول مسكين بالنادي وبالرياضة وإلى آخره يشد جسمه ممكن شوية لكن في مناطق الظلمة ترهلة. فهذه اللي أنا ألاحظها وهذه طبعا ما لها عمر معين بس أول ما كنا نشوف أحد يسوي بهالعمر اللهم لا تثدي أول بس الحين بعد التكميم صرنا نشوف الحالات هذه وصرت أشوف ترهل بالوجه والرقبة عند البنات في سن 30 من بعد عمليات التكميم يعني مبكر وايد. إيه يعني أول ما بدينا تجميل ما أذكرني سويتها صحيح. 40 ما سويت صحيح كانوا كلها كبار يعني أكبر من كذي. الحين أنا عندي عدد كبير جدا شد وجه ورقبة ثلاثينات. دكتور أنا أحتب على يعني بعض الدكاترة اللي يسوون عمليات التكميم أو السمنة وهذه الأشياء هذه في ثلاث أساسيات مهمة أحس ما يذكرونها حق المريض ألا وهي واحد منهم أنك أنت لازم تمارس رياضة بعد العملية. أنا ما أشوفهم يذكرون هالمعلومة أنك أنت لازم تأخذ فيتامينز حق شعرك وحق بشرتك والأشياء هذه. رقم ثلاثة أن أنت لازم تأكل الوجبات بعدد يعني خمس وجبات بكمية قليلة عشان وزنك لا يرد يزيد مرة ثانية. موضوع هذه الثلاث أساسيات ما حسها تنذكر كثر ما هو بس المريض يفكر أنه راح وزنه ينزل. أنا أعتقد أغلب الدكاترة يشرحون حق المريض وهذا مو تخصصي هذا جراحة عامة. أوكي. هذا جراحة عامة وأنا ما أتكلم مجال مو مجالي. أكيد. لكن أعتقد أن أغلب الزملاء يشرحون قد يكون في تقصير من البعض. ممكن كلامك صح بس يعني أحس أنه هو لو يدري أن المريض بيترهل جسمه وبيطيح يعني أحس هالأشياء ما راح يسويها. ممكن دانا بس أنا ما نعرف حالته اللي خلته يروح حق الجراح العام هذا مو تخصصي يعني جراح عام أنا ما أعرف حالته وقتها فنحتاج دكتور جراح عام جراح عام يجاوب شيء حرام لكن أنا اللي أعرف أن أغلب الجراحين عندنا يشرحون يعني زملائنا يشرحون وما يقصرون أنا دكتوري شرح لي صراحة يعني دكتوري فهمني شنو الفيتامينز اللي أخذها قال لي متى أقدر أسوي رياضة قال لي متى أقدر أسوي تجميل إذا أبي أسوي تجميل كل هالأشياء شرح لي إياها والحمد لله يعني أنا سويت العملية دكتور قبل 20 سنة ما شاء الله وما زاد وزني لليوم يعني أكيد لجأت حق الأوبر شوي هذا طبيعي بس أتليس أقدر أني محافظة على وزني برافو والله أتمنى تكملين إن شاء الله إن شاء الله إنزين دكتور إذا بنتكلم شوي عن نحت الجسم أنا حسة فن صراحة يعني النحت عبارة عن فنان يرسم الجسم ففي أنواع حق النحت نعم كلمة نحت هي شافت إيه دكتور إيه أنا قلت لا 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 ما في فرق أنا قلت لك قبل فترة إن التسويق لما يدخل بالمجال يغير أشياء بس كلها سطحية تمام وإذا تحبين أذكرك بعد الأشياء الثانية اللي تغيرت مسمياتها لكن هي معروفة من زمان بس تغيرت مسمياتها عشان التسويق الشافت هو نحت النحت هو شافت ما في شيء جديد هذا من زمان حلو انت شلون بتسوي النحت شفط اوكي هو نفس الشيء ما تغير وبما ان ذكرتي انه هو فنان انا اقدر اقول اي نعم وهذه ولازم تكون له نظره الدكتور ولازم يكون متمكن صح اقدر اعطيك من الكلام عدل. هذا وكلام حلو والناس تحب تسمع الكلام اللي كذي وننتقل للسؤال اللي بعده صح هذا صحيح له نظره ومتمكن والى اخره لكن احيانا يحكمك جسم المريض العظام تكون عريضه انت ما تقدر تخلي الخصر ضعيف اذا العظام عريضه حتى لو أنت فنان حتى لو أنت متمكن في حدود هذه لازم تشرحها حق المريض قبل العملية لازم يعرف الحدود شيء ثاني الوزن اختيار المريض أنت ما تختار أي مريض أنا أسوي له شفط أو مثل ما تسمونها نحت صحيح لازم تختار شخص معين وأوزان زايدة كبيرة تقول له أنت شغلك مو عندي تروح تنزل وزنك أول فيسألون أغلب الأسئلة وين أروح يا أما التغذية يا أما تروح حق جراح يسوي لك تكميم أنا ما أعرف بالتغذية وشوف وين تمشي فاختيار المريض مهم أنا ما أقدر أجيب أحد وزنه كتلة وزنه كبيرة جدا ضخمة وأسوي شفط ويطلع الخصر خصر صغير يصير. مستحيل ويزعلون لي رديت البعض ما يصير كذي لازم يكون معاها يعني حتى إذا حطوا لك واحدة قبل وبعد شفتيها أوكي هي ما كانت كذي وصارت كذي بسبب الشفط أو النحت هي نزلت وزنها أول بعدين يمكن صار في شفط يمكن صار في شد الله أعلم ففي
مقطع بالنص مفقود ما رواكم إياه، فهمتي قصدي؟ ما يصير فلانة كانت كذي وصارت كذي، إيه بس شنو بالنص نزلت وزنها؟ ما يصير دانا، يعني ما يصير. أنت دكتور، أول شيء أنا تفاجأت إن النحت هو الشفط، هذا رقم واحد، هو يعني نفس الجهاز؟ نفس الشيء، وهذا مو سر ولا عيب إني أقوله. أدري بس إيه؟ يعني أنا كله عبالي إن النحت هو تكنيك معين. أوكي، أقول لك شيء ثاني. بس أراويك التسويق أحيانا تصير بهرجة، الناس تحب أوكي. المصطلحات. شنو الشفط الرباعي؟ الشفط الثلاثي؟ الشفط شنو يعني؟ يعني تكنيك غير؟ يعني ولا شيء. صدق دكتور؟ ولا شيء، نفس الشيء. يعني أنا باشر الصبح دانة راح أحط إعلان إن أنا أسوي شفط خماسي، ما بيكلمني، ما حد يكلم. فهمتي قصدي؟ يعني هذه كلها مصطلحات. لما يطلع أحد مثلا يقول أنا أشفط أطلع لك سكس باكس أو عضلات، لحظة، أنت تشفط دهون. بس أنا شفت شنو علاقة؟ أنا أشرح لك الصورة. شلون؟ أنت تشفط دهون، تمام، ثاني يوم المريض يصحى عنده عضلات، زين الناس تروح النادي تهلك وتتعب عشان ايه؟ عشان يدوب يطلع شوية عضلات. أنت صحيح. أنت خلال ساعة واحدة، فالحاصل هو أنه يتم شفط الدهون، خلينا نقول منطقة البطن والخواصر وإلى آخره، أوكي، ويتم ترك جزر من الدهون، كتل من الدهون. وإذا تبين تبين بعد النتيجة أحلى على طاولة العمليات، تجيب دهن أو زيت وتدهن المريض، فالكشافات تبين التصوير. لا دكتور، زين وين العضلات؟ دانا وين العضلات؟ ما في، أنا شفطت دهن وخليت كتل مناطق. لا بس بالصورة في سكس باكس. إيه هذا دهن، روحي قرصي، هذه مو عضلات. أنت تقصد إنه يعني هذه المنطقة هني يسحبون وهني يسحبون، يخلون هالمنطقة فتصير كأنها مثل طمرة العضلات. برافو عليك. وهذه أنا هي طبياً مو غلط. مو غلط. طبياً مو غلط، بس أنا ما أحب أسويها. ليش؟ المريض هذا لو يسمن خلينا نقول 6-7 كيلو. شنو راح يصير؟ هذه مخازن دهون، ما تفهم، راح تجمع لك دهون. فتخيلي شكل بطنه لما يزيد 6-7 كيلو. يعني أنت عندك مخازن دهون، فراح يصير الشكل قبيح. فأنا من الأساس أشفط كل شيء. تشفط كل شيء. أشفط كل شيء. عندك سكس باكس راح يبينون، ما عندك سكس باكس روح النادي طلع سكس باكس. أنا جراح تجميل ما طلع، ما في. صح، شفت الصور وتأثرت. تأثرت لما أشوف هالصور كلها، أقول أوه العملية شكلها ناجحة. بس صح كلامك دكتور. من ضمن الأشياء اللي تغيرت مسمياتها، بس هي قديمة موجودة، كلمة مامي ميك أوفر. مامي ميك أوفر يعني شنو؟ يعني إعادة تأهيل جسم الأم بعد الولادة. شنو تقصد؟ هذه كلمة وايد، يعني وايد فضفاضة، ما مو دقيقة. شد الوطن اللي احنا نعرفه من سنين، اللي هو التامي تاك. التامي تاك هذه كلمة عامية طبعا، بالانجليزي التامي تاك هو يعتبر مامي ميك اوفر. صار في عندها مثلا ترهل بالبطن والصدر، سويت عملية بطن وشد صدر، مامي ميك اوفر. ترهل بالزمود حطيته مع البطن، مامي ميك اوفر. يعني مامي ميك اوفر كلمة واسعة، مو علمية بس حلوة. تنقال يعني من مامي ميك اوفر. سهلة. إيه، لكن هل هي طبية؟ لا مو طبية. بس المامي ميك اوفر يسوونها في عملية واحدة ولا تحتاج كذا عملية؟ يعني إذا أجزاء بسيطة مثلا بطن مع الصدر ممكن تصير، لكن إذا الجسم كله يعني أنا شخصيا أحب أقسمها إلى مراحل أأمن وأريح، حقي وحق المريض. حقك وحق المريض. دكتور، طبعا عيادات تجميل في كل مكان ما شاء الله تبارك الرحمن، وبنفس الوقت هذا المجال وايد كبير، ويعني ضعاف النفوس والناس اللي عندهم ضمير يعني تحسهم يمكن يكونوا متعادلين. انا ما ادري يعني كل واحد حسب شنو بروتوكول عيادته. نعم. انت كدكتور شنو دائما تنصح الناس ان هم شلون يختارون العياده المناسبه لهم او الدكتور المناسب؟ والله دانا لو سالتني السؤال هذا قبل يمكن 15 سنه ولا 10 سنين كنت جاوبتك، يعني قلت لك خلي يشوفون سمعته والناس مسوين عنده، يعني كانت الاجابه اسهل. الحين مع السوشيال ميديا ما ادري شنو اقول لك. السوشيال ميديا تلعب بعقول الناس، تلعب قراراتهم. شركات طلعت، شركات، انا ما نتكلم عن الطب أكيد. ولا التجميل، شركات طلعت يعني علشان تبني مباني، وهي ما هي قد المستوى هذا، يخدعوا الناس بصورهم وبروشراتهم. صحيح. حاليا يعني الله يكون بعون المريض، فعلا اختيار صعب ان
كل واحد بيطلع لك نفسه انه هو دارس وانه متعلم وانه مسوي متمكن وقبل وبعد، واعوذ بالله الواحد ما يزكي نفسه على الناس، بس قصدي انه اي مجال خلينا نتكلم، خلينا نوخر على الطب عشان ما يقولون يعني اعوذ بالله انا انتقد احد ولا شيء، بس حتى باي مجال قلت لك البنيان اي شيء عندك يعني في حياتك تلقين الشركه هي شركه بسيطه جدا صح، بس مطلعه نفسها وملمعه نفسها ودعايات و... إيه؟ فالله يكون بعوننا. إيه انا من الدعايات النصب علي بواحده من شركات الديكور لاني شفت الدعايات وانبهرت من الاكونت مال السوشيال. وين الغلطه اللي سويتيها انت؟ ما انت سويتي الواجب مال، شرحتي سالتي شيكتي شفتي و... وطحتي بس صحيح كلامك. استيل انا احس ان الورد اوف ماوث في بعض يعني في بعض الاشياء وايد مهمه. يعني مثلا لما انا يجيني سؤال دانا منو مسوي لك العمليه الفلانيه، لما اقول دكتور الفلاني وبعد شهر صديقتي تروح حق هذا الدكتور. نعم. وهذا شيء واقع، يعني انا اقول حق الناس عند منو مسويه تجميل وليش سويت تجميل وهالتفاصيل هذه، احس هذا الشيء أفضل من أن أنا أستخدم بعض الأشياء كدعاية وإعلان وكشيء كوميرشل أكثر من أني أسوق له، أكثر من أني لا أشتغل له. صحيح. الورد أوف ماوث أو اللي هي يعني تأثير عن طريق الكلام وال... يعتبر أن يعني أصدق وسيلة. صحيح. لكن برضو بالجهة المقابلة عندنا الإعلان قوي دانا. التسويق هذا وايد قوي، يعني الله يكون بعون المرضى، يعني صعب تختار. إيه. إنزين دكتور. برجع حق موضوع لما يقولون الجهاز معتمد، النقطة اللي تكلمت فيها قبل شوي. هذا الجهاز معتمد من المنظمة الفلانية. بعد سنة يطلع جهاز مسوي له أبجريد مثل أبديت مال التليفون. تمام. شنو معنات الاعتماد؟ يعني لما يقولك هذا معتمد شنو يعني هذا معتمد؟ أوكي، معتمد يعني مثلا خلينا نقول الجهاز هذا معتمد لإذابة الدهون، يعتمد يعني إحنا جربناه وفعلا طلع يذوب الدهون. أوكي. بس ما يكتب لك معتمد لشد الجلد، فإحنا خلاص نمشي على كلام تبي تذوب الدهون استخدم الجهاز هذا، بس ما يصير تقول حق الناس الجهاز هذا يشد الجلد لأنه مو معتمد إنه يشد الجلد. يجيب لي جملة تقول إنه معتمد ما فيه. هو معتمد يذوب الدهن. يذوب الدهن. بس مو معتمد يشد الجسم. أيوة أنا ما أبي شيء يذوب الدهن، أنا عندي جهاز الشفط يذوب الدهن ويشفطه. إيه. فهمتك. يعني ليش أنا جهاز ثاني معتمد مثلاً تكسير التجمعات الدموية بعد العمليات. تمام. أنا أستخدمها ما أقول شيء هذا لأنه معتمد إنه وفي له نتائج، بس ما يصير أي أقول شفت الجهاز هذا اللي سويته بعياتي ترى راح يشد جلدك بعد مرة واحدة يكسر الدم اللي عقب العمل. لا ما يشد جلدك هو اللي راح يشد نفسه. بس ما تحس إن هذه يعني مو مشكلة إن هذا العلاج معتمد أو هذا الجهاز معتمد، هي مشكلة طريقة تسويقهم لهذا الجهاز. نعم. يعني الجهاز يسوي شغلة واحدة، ممكن هو يقولون يسوي ست شغلات. نعم. أو يقول لك جملة يعني مو كاملة. شلون؟ يعني دائما أنا أقول ولا تغربوا الصلاة كمل، وأنت مسكارة ما يصير، الله ما قال ولا تغربوا الصلاة وخلاص لازم تكمل الجملة. صحيح. أنت لما تيني تقول لي هذا الجهاز معتمد من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، كمل كلامك، معتمد عشان شنو؟ يشد الجلد؟ صح. هو ما يحطون هذا عطني الجواب. عطني جملة إذا عطني جملة مكتوبة عند منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أو المنظمة الأوروبية للتجميل تقول إن شد الجلد. هنتكلم في حلقة دانا الحين وقت التصوير طبعاً. يتغير الدراسات بالمستقبل، ينزل جهاز جديد راح أغير كلامي. أوكي. لأن أنا أمشي على الدراسات. أوكي. لكن دراسات اليوم ما في. دكتور تصدق صح، قاعدة أتذكر الإعلانات اللي حق هالأجهزة بس يكتبون كلمة معتمد من هيئة ال إيه بالضبط، بعدين ما في تكملة حطوا معتمد حق شنو ما يصير كذي. أوكي دكتور، الحين بنتعمق أكثر بين الجنسين وناخذ كل واحد بروح. أبي أكثر المشاكل اللي واجهونها الشباب ويحتاجون يسوون لها عملية تجميل نمبر 1 بالكويت. نمبر 1 حاليا مع انتشار عمليات السمنة اللي هي التكميم وتحويل المسار صار في ترهلات كثيرة، فأغلب الحالات تكون
ترهلات ما بعد السمنة، هذا رقم واحد. حلو. رقم اثنين اللي هي ترهلات ما بعد الولادة. تمام. إيه. وهذه ترهلات ما بعد الولادة في السنوات السابقة قبل 10-20 سنة كان موجود ترى على فكرة شد البطن يسوونه الجراحين العامين، كانوا يسوونه لما يخلصون ولاداتهم كلهم، خلصوا الولادات بعدين نسوي شد. الحين تقول لك أنا جسمي ترهل وايد صار سيء، ممكن أحمل بعد 2-3 سنين ما أدري ماني متأكدة، بس أنا جبت مثلا 2 وباقي لي طفل طفلين، جسمي جدا سيء أقدر أسوي شد وبعدها لما أحمل ما يتعرض شد الجسم مع الحمل. أوكي. فصاروا يسوون حتى بين الحمل. أنا ما أشجع أن يسوون بين الحمل إلا إذا كان الوضع جدا سيء مثلا مضايقة حيل، لكن إذا باقي مثلا نقول 1-2 سنين بتحمل وحملة واحدة، إذا تقدر تنطر لي بعدها أفضل. ليش دكتور؟ يعني أنت داش عملية ودشي مرة واحدة، هذا قصدي. لكن إذا قلت لا والله وضعي سيء وفي ناس صار عندهم ترهلات تسبب تحت أسفل البطن تقرحات بالصيف وحكة زايدة، لا مسكينة لازم تسوي الحين. إنزين، وبخصوص موضوع التثدي عند الشباب أو الرجال، قلت لي إن أهم ما كانوا يدرون إن هذا الموضوع إن هو فيهم تثدي مثلاً، خلينا نقول هو عبال إن هذا هو سمنان. إيه يعني هو يدري إنه عنده مشكلة، يدري عنده مشكلة حتى لو كان جسمه يعني مو سمين ضعيف وصدره بارز، هو يدري عنده مشكلة. شنو السبب ما يدري، شنو الحل ما يدري، أول ما يدرون. أوكي. وحتى لو يشكي حق مثلاً والدينه ما كان فيها علاج أول. تمام. الحين الوعي اللي صار عند الوالدين سواء الوالدة أو الوالد، وسائل التواصل الاجتماعي ترى لها دور إيجابي، إحنا دائما نقول سلبي، لها دور إيجابية، فيخلي الوالدين يعني مطلعين على الموضوع هذا، ممكن هو بنفسه يطلع يكون شاف مثلا دخل حساب دكتور لقاه يسوي العمليات هذه، ففي حل، تعالي يما تعالي بشوف الموضوع أنا وايد مضايقني. هذه طريقة، يا أما الأم والأبو يبون الطفل أو أنه هو يدخل ويقنعهم إيهم. إنزين دكتور، الحين عملية التثدي عند الرجل، أوكي، لما يدخل العملية، طبعاً أنا يعني بنظري صراحة بيقولون أن أنت تبالغين، بس أنا أحس أن الرجال يخافون من العمليات وايد. البعض، بس الرجال أنا لاحظتهم أنه يتخذ قرار ما يفكر وايد، خلاص يك عازم. لا أي. مو متردد؟ لا، في بعضهم طبعا هنتكلم عن العامة، الرجال أقل تردد من النساء برأيي. إنزين دكتور، قل لي خطوات عملية التثدي اليوم. هذه العملية عملية حساسة، عملية مهمة، عملية راح تفك أزمة شاب يتعرض للإحراج، إنه هو على قولتك يقط التيشير، يحس بالخجل من نفسه، يحس بالخجل من شكل الصدر عنده. صحيح. شو خطوات العملية وشون طريقتها؟ حلو. التثدي درجات. خلينا نتكلم ببساطة، ما أبي أدخل بالتقسيمات وكذي. التثدي درجات. الدرجات البسيطة والمتوسطة تتم عن طريق فتحتين أسفل الصدر، شفط، مدتها تقريبا 45 دقيقة الدرجات، ويطلع المريض بنفس اليوم. حلو. الدرجات خلينا نسميها الشديدة، يكون معاها جلد، يكون معاها دهن. حلو. لو أنت سويت شفط وطلع المريض راح تكون نتيجة مو حلوة، لأن الصدر مترحل 100%. بالتالي أنت لازم تسوي له استئصال. استئصال يعني جروح حوالين الحلمة وأسفل الصدر، قد تمتد إلى الجانبين، لأن في كثير من الناس اللي عندهم درجة متقدمة من التثدي عند الرجال يكون الصدر نازل، وحتى في نزول أسفل جانبي الصدر عفوا. تمام. امتد، ما يصير تحل مشكلة بالمنطقة هذه وتترك الجنب. عدل. فهذه تحتاج استئصال، هاي تقريبا تاخذ 2.5 ساعة. برضو يطلع المريض بنفس اليوم. هل فيهم ألم؟ ما في ألم، المفروض يكون فيهم شيء اسمه عدم راحة، انزعاج من العملية، انزعاج أو عدم راحة، يطلع المريض بنفس اليوم أياً كانت درجة التثدي. دكتور، درجة التثدي تعتمد على مدته يعني؟ على البروز وعلى نزول الثدي. بس هو يعني ممكن أنه يكبر مع الوقت؟ طبعاً.
يكبر. إيه ممكن زاد وزنه، الهرمونات أثرت، وأحيانا ما قلنا ما في سبب، أحيانا يكبر مع الوقت. أوكي. بس فيها حل. الحمد لله. وحل حل بسيط وغير مؤلم يعني. وأنا دائما أقول يعني إن الواحد يأخذ استشارة يعني، إذا ارتاح وعجب الكلام يسوي عملية، بس لا يقعد بينه وبين نفسه يعاني ويغطي ويلبس تيشيرتات كثيرة. صحيح. ويتحاشى يفسخ التيشيرت بحمام السباك يعني. اسمع استشارة، إذا حسيت الموضوع معقد لا تسويها، إذا حسيت إنه سهل سوها وارتاح خلاص. صحيح صحيح. دكتور الحين في حل حق آثار إخياط العملية عند الرجل والمرأة؟ نعم. إذا كان طبعا الآثار تعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على جسم المريض وعلى التكنيك طريقة الخياطة. أوكي. سببين أنا بتكلم الحين. حلو. على أساس أن الدكتور التكنيك ما له 100%، عشان نوحد المقاييس. في دكتور تكنيكي 100%؟ مثلا عشان نوحد المقاييس مثلا، عشان عشان نختصر ونبسط على. حلو. خلينا نقول الدكتور اجتهد وخيط 100% وكل شيء تمام، لكن المريض ترك أثر جسمه. صحيح. أوكي. أصبح السبب مو الدكتور، جسم المريض 100%. وساعات ترى منطقة عن منطقة بالجسم تعطي أثر مختلف. صحيح. يعني نفس الدكتور نفس الخيوط نفس التكنيك، الجسم ساعات يستجيب طريقة مختلفة. إذا كان هذه إجابة عامة، إذا كان الجرح نوعا ما ضعيف شوية والآثار واضحة، نقدر نسوي له ليزر، وهذا يسوونه حتى أطباء الجلدية، جهاز الليزر يفتح. حلو. الجروح. ممكن أحيانا نحقن كورتيزون، أنا قاعد أتكلم بصفة عامة. تمام. لكن برأيي إذا كان الجرح عريض أو مايل أو كذا، من الأفضل إعادة استئصال، يسمونها عملية مراجعة الجرح، سكار ريفيجن، مراجعة الجروح. هي تختلف عن الترميم عدل؟ تقدري تسميها ترميم، لكن ترميم بسيط. السؤال هل عقب ما تسوي العملية هذه تضمن 100% أنه ما تترك أثر؟ ممكن الأثر يكون أفضل لكن ما تضمن أنه ما تترك أثر. هذا جسم المريض. يعني دائما الناس يقولون إحنا ينحق جراح تجميل. أوكي جراح تجميل أعوذ بالله، يعني هذا لا حدود بالنهاية، جسم المريض هو اللي يحكم. ما في حل حق الإسكار؟ في حلول. في إحنا مثل ما ذكرنا، يا أما الاستئصال، يا أما مثلا الليزر، حقن الكورتيزون، استخدام السيليكون، في بعض الكريمات. لكن صحيح. لكن في ناس تستجيب أفضل من غيرها. صحيح. في ناس استجابتها تكون أقل. صحيح. لكن إذا بتسأليني إذا في شيء يمسح بالمرة الجر، يمسح، أنا هذا ما للحين ما في. يعني أنا أتمنى صراحة العلم يتقدم بسرعة. أنا أتمنى بعد، لكن للحين ما في. الحين الهبة الحالية بين الفنانات أغلبهم يعني شد الوجه. أنا تواجيني معهم الحين. لا أنا أحب عملية شد الوجه صراحة دكتورة. أتحمس لها العملية. هذه العملية أول كانت المرأة تلجأ لها بعمر يمكن ما أدري 45 وفوق. اليوم أنا أشوف بنات صغار يلجؤون حق شد الوجه، مثل ما قلت قبل شوي 31 32 33. هل موضوع السمنة هذا مؤثر؟ شوفي دانا، لازم أول نشخص عدل. أوكي. يعني المريضة ضعفت، صار في نزول بالوجه مثل ما تقول دانا. تمام. لازم نشوف المريضة، هل الجلد هو اللي نازل مترحل بدرجة واضحة، ولا لأن المريضة فقدت جزء من دهون الوجه فتحسين الوجه نزل، ونقدر نرممه بفلرز وتعبئة أو دهون فقط من غير عملية. فأنا دائما أحقن فلر حق حالات خاصة البنات الصغار اللي ما عندهم ترحل بالجلد، أحقن لهم فلر وخلاص تنتهي المشكلة، ما أسوي عملية. لكن في حالات أقول لها أنا ما راح أحقن فلر، لازم أسأل، لأن عندي جلد زايد وما راح يفيدك الفيلر، لازم نشد. ولذلك بعض المرضى حتى كبار السن يكون عندهم ترهل واضح في جلد الوجه والرقبة، وترفض تسوي عملية شد الوجه، وتروح حق أي شخص أو دكتور يعني يحقنها دهون. فتلاحظين الملامح غريبة، الوجه ممتلي لكن الجلد طايح. صحيح. ملامح غريبة. صحيح. يعني بدل لا هي تجمل نفسها، هي للأسف. صحيح. صارت أسوأ. 100%. وحتى الملامح مو مريحة. 100%. أي فهذه هي اختارت الطريق الغلط واستمرت فيه. واستمرت فيه. يعني هي العملية شوي أحسها حساسة. نعم. ومزعجة.
نوعا ما أحس البروتوكول العملية شوي طويل، يعني حتى مرحلة الشفاء منها ما أعرف يعني كيف. ولأن الوجه مكشوف ما تقدر تغطي، يعني البطن الزنودل بالهدوم تغطى الوي، حالة حال الأنف، شد الجفون، يتركون أثر وممكن يكون كدمات. فأنت ما تقدر تقول أنا أقدر أغطي هالمناطق وأطلع ومارس حياتي. في بعض الناس أو الغالبية، خلينا نكون صريحين، إحنا بشر نترك صحيح. كدمات يعني طبعا تختلف من شخص لشخص، فما في اختيار إلا أن أنت ما يعني تنعزل فترة بسيطة، بس نتيجته وايد حلوة إذا عمل صح. أي وثابتة يعني تحسها شيء طول مع ال نعم. هذا عمليتي الجديدة إن شاء الله. إن شاء الله ما تحتاجين. لا أبيها. في ناس تتجه لمنطقة الصدر حق الحقن، أوكي، وفي ناس تتجه لحشوات الصدر. الخوف يمنعهم أن تحط حشوة للصدر، نعم. أوكي، وتخاف أنه ممكن تيها مضاعفات أو أمراض مع الوقت مثل اللي قاعدين نسمعه، نعم. بس من عقب ما بحثت طلعت حشوات الصدر أأمن من الحقن. ليش؟ شوفي دانا، عندك، خلنا نبسط الأمور، عندك تمام. عندك صدر مترهل ولكن الحجم زين، نسوي له ترفيع، لا دهون ولا حشوات، خلصنا منه، هذا بس ترفيع خلصنا منه. تمام. ني حق الصدر اللي نازل أو يكون صغير. أوكي. هذا يحتاج تعبئة، يحتاج حجم، حجم يعني يبقى من الدهون الذاتية، يعني يبقى من السيليكون. ما في حل ثالث. الدهون الذاتية ناخذها من المريض ونحقنها، وهذه طبيا معتمدة. أوكي. لكن شنو عيبها؟ إن جزء كبير جدا من الدهون هذه تذوب ويمصها الجسم. أوكي. المتبقي منها يظل على شكل كتل احيانا، فالمريضه بالصدفه تسوي فحص ذاتي او بالصدفه تمسك صدرها تحس انه في كتل، فهي بتفكر انه في لا سمح الله خلايا سرطانيه، تروح تسوي سونار. صحيح. سوت سونار بيقول لها فعلا بالسونار مبين، او اي نوع من الاشعه مبين نعم في عندك كتل، فهي تقول انا سويت حقن دهون، هذه يمكن الدهون. دكتور الاشعه يمشي على القانون، يقول لها انا راح اكتب لي شفته وراح اكتب تحت انصح أخذ خزعة وعينة من المنطقة هذه. يعني المريضة عقب التعب هذا كله وحقن الدهون كله ما استفادت من الحجم، وفوق هذا عاشت بدوامة كل كم يوم بتروح تسوي لها عينة مني وعينة منك ووسواس يحوشها. صحيح. فأنا أعتقد برأيي هذا، وأنا أعمل على فكرة حقن دهون عشان ما أكون متناقض في كلامي، أنا أعمل حقن دهون لمرضى في منطقة الصدر مثلا اللي مسوين استئصال جزئي للصدر، اللي متعرضين لإشعاع، هذا يتآكل عندهم الدهن. صحيح. وممكن أسوي حقن دهون وبعدها نحط حشوات ممكن. تمام. إيه. فأنا ماني ضد حقن الدهون، أنا ماني لكن بس لها مضاعفات. أيوة أيوة إيه. وطبيا صحيحة هي ما فيها شيء، لكن الحشوة أأمن. نعم البعض في بعض الدراسات تقول والله ممكن تزيد الروماتيزم، ممكن تزيد احتماليه حدوث خلايا. انزين بعض الدراسات ضعيفه بس ما في شيء قوي يقول لك ان مثلا هذه الحشوه 100% تسبب لك سرطان، هذه الحشوه 100% الناس اللي عندهم تاريخ طبي الروماتيزم راح يصير عندهم، ما في. فهمتي قصدي؟ فهمتك. ايه. في معلومة دائماً أقراها بالسوشيال ميديا وتستفزني، حشوة صدر انفجرت في الطيارة. غير صحيح. 100% غير صحيح. غير صحيح. مستفزة المعلومة. غير صحيحة، وما أبي أضيع وقت على الكلمة هذه. يعني أنا دائماً أقول لهم نص ركاب الطيارة حاطين حشوات سيليكون، يعني غير صحيح هذا الكلام. دكتور، دام تكلمنا عن حشوات الصدر، بعض النساء يصيبهم تضخم منطقة الثدي. نعم. جينات أو نفس التثدي عند الرجل، ولا من وين أي موضوع تضخم الثدي؟ ممكن هرمونات، نرجع حق نفس القصة مع الرجل. ممكن هرمونات، ممكن تاريخ طب، يعني فهم جينات يعني مع الأهل. أي. ممكن ماكو سبب، وأحياناً ساعات بعد الولادة ولادتين يصير عندها. زين شنو السبب؟ ما احد عارف ليش ما صار بالولاده الاولى بعد، ما حد عارف السبب. في اسباب، في اشياء كثيره ما احنا عارفين السبب. صحيح. وهذه مشكله فعلا، مو بس شكل وتجميل. هذه مشكله اكبر من ما احنا نعتقد. تضخم الثدي عند النساء، تضخم الثدي عند الرجال يسبب مشكله نفسيه واحراج وتنمر وانتهى الموضوع. صحيح. عند النساء
تسبب مشكلة مثل ما نقول فيزيائية، يعني عندك عوار بالرقبة، عوار أعلى الظهر، صعوبة بالحركة أحيانا، ناهيك عن الإحراج. أنا ما أتكلم عن المشكلة النفسية، أنا أتكلم عن المشكلة الفيزيائية اللي هي الثقل والآلام. في بعض النساء الثقل الثديين فعلا يعني يتعدى مثلا خلينا نقول 4 كيلو 5 كيلو، فتخيلي في أحد حاط على رقبته وزن ويمشي ويروح ويشتغل وما يبي يصير عنده عوار ظهر أو عوار قبة، ما يصير راح يصير عندك. فالحالات هذه يعني أنا لما أسويها ما بس أنظر حق الناحية الجمالية أو التجميلية، أنظر حق الناحية الوظيفية. وسبحان الله بعد ما تسوي العملية يمكن ثالث أو رابع يوم تلقى يعني تشوف المريضة بالعيادة تقول لك الله يرحم والديك أنت فكيتني من عوار من كذا، لأن أنا كنت راجع عند دكتور عظام وحسبالي في خشونة برقبتي وطلعت مشكلة. فهمتي قصدي؟ فهمتك. مشكلة ثانية. فهمتك. فالحين أكيد في ناس كثير يتفاجئون من الكلام هذا، بس هذا شيء واقع. يعني الخمسة كيلو هالكثرة تأثر على الرقبة؟ طبعًا دكتور. طبعًا 5 كيلو على تشيلها رقبة وأكتاف مو شوية. وإيش كثر مدة هالعملية؟ مدة الإجراء العملية تكون تحت البنج العام تقريباً 2.5 ساعة، خلينا نقول 3 ساعات بالكثير، وتطلع نفس اليوم. والغريب بالموضوع إنه ما في ألم، في عمليات كثيرة دانا ما فيها ألم. معقول؟ إيه والله ما فيها، ما المفروض إنه يكون فيها ألم إلا إذا تم شفط، علشان بعد يكون لو كان في دهون على الجانبين وتم شفطهم ممكن يحسون بألم على الجنب فقط، ولا فيها تيوب أو بربيش ولا فيها غرز تنشال. تطلع المريضة نفس اليوم تأخذ إجازة بتدلع نفسها 5 أيام. 5 أيام زين بس كافي. تفاجأت من الموضوع هذا، يعني موضوع ممكن إحنا مادي أنا ما أشوفه يعني، بس هو موجود. موجود ده. موجود. موجود بكثرة، وفعلًا قلت لك هذه من مميزات السوشيال ميديا، الحين الناس صارت تطلع وتعرف إن لها حل. صح. أول كانوا يعانون. صح. بعدين هي إذا صغيرة ترى ما شاء الله صحتها وعضلاتها تشيلها، بس إذا كبرت وضعفت العظام وضعفت العضلات يصير فعلًا موضوع مؤلم. 100%. زين دكتور، بالنسبة حق قصة حشوة الصدر أو السيليكون تحت العضلة فوق العضلة، شلون أعرفه هو تحت العضلة فوق العضلة؟ من يحدد لي هذه الأشياء؟ الدكتور أنا حددها؟ نعم. جسمي حددها؟ نعم. دانا سألت سؤال وايد مهم وايد حلو. في كثير ناس مثلا يجونك العيادة فعلا يحتاجون حشوات وهم عارفين، يعني الناس صار عندهم وعي، وتقول لك انا ابي تحت العضله، انا ابي فوق العضله. هذا يعني هذا عندي مو مقبول. انا احدد انت تحتاجين فوق العضله او تحت العضله على حسب فحص الدكتور. ما ابي اتكلم تفاصيل كثيره، لكن طبيعه الجلد، حجم الصدر الحالي، درجه النزول، هذه كلها اشياء هي تحدد. يعني مثلا حلو، في بنات الله خلقهم ما في صدر، صفر. صحيح. فلات. أوكي. فلات. لو أنا سمعت كلامها وحطيتها فوق العضلة راح تبين الحشوات تحت الجلد، حدودها واضحة. صحيح. قبيحة النتيجة. يكون فيك. فيك وقبيحة فيك. فهني ما في نقاش، لازم تحت العضلة. تمام. واحدة عندها في صدر نازل شوية شوية، بس نبي نحط لها حجم. هني ممكن أحطه تحت أو فوق العضلة. فهمتي قصدي؟ أي يعني مو أنا أي العيادة وأقول أبي تحت العضلة وأبي فوق العضلة. دكتور يحدد، ما في دكتور يحدد، ما في نقاش. هذه أنا وأشرح لها ليش أنا اخترت، ويفهم يعني الناس يتقبلون لما تشرح لهم بأسلوب مبسط، ترى يتقبلون الناس، بس تبي أحد يفهمه. لكن مشكلة الكلام اللي برا. إنزين دكتور، الحين أنت بخصوص موضوع تحت العضلة وفوق العضلة. نعم. هو هل هذا المسمى مثلا طبي فوق العضلة تحت العضلة، ولا هو تكنيك ممتاز؟ شنو ممتاز. هو دانا انت اذا بتحطين حشوات لاي شخص في منطقة الصدر، عندك طبقتين، عندك جلد وطبعا معها طبقة الدهون، عندك تحت عضلة. فانت يا تحطين الحشوة تحت الجلد وطبقة الدهون بهالمستوى، او الاختيار الثاني اللي هو تحت العضلة. ما تقدرين تروحين تحت أكثر لأن في عظام الصدر. 100%. فأنت ما عندك إلا هالاختيارين. حلو. إيه، فهذا السبب اللي يخلي فوق العضلة أو تحت العضلة. فهو تكنيك. أو هو تكنيك تقدرين تقولين. شطارة الدكتور 100%. وطبيعة جسم المريض، لازم أنت تختار على طبيعة جسم المريض. ما تعاند. ما تعاند. لا تعاند بالطب، لا تعاند.
دكتور دائما اقرا في السوشيال ميديا عن حالات وفاة. نعم. يضيق خلقي طبعا، بس انا احب التجميل. الوفاة هل تتسبب من حقن الدهون ولا من العملية ولا من المضاعفات؟ ولا ارجع حق موضوع الاهمال الطبي، اخطاء طبية، شلون تصير الوفاة من حقن الدهون والعمليات؟ نعم، أنا ما أقدر أختصر هذا بإجابة واحدة، بس الوفاة تصير في كل التخصصات، سواء جراحة تجميل، جراحة عامة، نساء ولادة، تصير أحياناً مثلاً لا سمع، نقسمها شيء له علاقة بالجراح وشيء له علاقة بالتخدير. تخدير. إيه. وعلى فكرة عشان أنصف تخصص التخدير، وأنا ماني أخصائي تخدير، البنج والتخدير المفروض إن شاء الله إذا تم في مكان زين والدكتور متمكن فهو من أأمن الإجراءات إن شاء الله عشان ننصفهم. تمام. نيجي الحين حق المريض. ممكن اختيار غلط، المريض عنده مشاكل طبية، المريض وزنه وايد زايد، ما تصير تسوي له تجميل. ممكن خطأ طبي، ذكرتش قبل شوي أنا، ممكن خطأ طبي لا سمح الله يشفط دخل لا سمح الله في الرئة ولا في البطن فسبب إلى وفاة. صحيح. إيه قد يكون خطأ طبي، هذه إجابتي ليش. لكن نسبة الوفاة جدا قليلة، حتى حقن الدهون اللي هي مثبتة علميا أن تصير تقريبا حالة كل تقريبا 3000 أو 5000 مريض واحد يتوفى، حتى هذه نسبتها عندنا بالكويت أقل بكثير. تمام. إيه ليش كانت أول نسبتها عالية؟ كانوا يحقنون الدهون في إبرة صغيرة حيل، فالإبرة هذه بالخطأ ممكن أنها تدش داخل شريان وتدخل كتلة دهن، تروح الرئة، تروح تسكر داخل ويتوفى المريض. أوكي. الحين مع العلم ومع الدراسات قالوا إذا تقللون الاحتمالية، إذا تحبون تقللوا الاحتمالية هذه استخدموا إبرة أكبر. تمام. فما تدخل داخل الشريان. أنا ما معناته أقول إن نسبة الوفاة بالتجميل صفر، لكن أنا أقولش قلت كثير. لكن لو تقارنينها في تخصصات تانية أنا متأكد إن راح تلقينها وايد، يعني وايد أقل من كثير من التخصصات. أوكي دكتور، الحين على طاري حقن الدهون أبي أتكلم عنه وبعدين أبي أروح حق حقن الفلر. نعم. حقن الدهون تأخذ الدهن من جسم الدهون من جسم المريض. نعم. وترد تحقنه في جسمها. نعم. هل في مضاعفات؟ نعم في مضاعفات، ممكن تكون التهاب، يصير في تكتل، جزء من الدهون يذوب، هذه واردة. تمام. أنت قصدي هذه إحدى، هذه بعض المضاعفات. أي. لكن بصفة عامة حقن الدهون يعتبر إجراء آمن جدا، ممكن يتم تحت البنج العام أو تحت البنج الموضعي. فحقن الدهون إذا تم بالصورة الصحيحة فهو إجراء، وفي المكان الصحيح فهو إجراء آمن. إنزين دكتور، هل المريضة تقدر تأخذ الدهون وهي تحقنها بعدين؟ لا طبعا ما يصير. أنا سمعت وشفت بعيني كذا حادثة أن بعض الأطباء يخزنون الدهون عند المريض في البيت في ثلاجة بيته. شنو يدانا موجود في ثلاجة بيته يم الدهون؟ أنت عاد تخيلي، يم المايونيز، يم الكاتشب، يم هذا، يعتمد المريضة وين تحطه فوق، شعرين سمك، كيفهم. معقولة دكتور؟ أنا أتكلم يعني، وكثير من زملائي يعرفون القصة هذه، مو قصة هي قصص، في ناس عندهم ثقافة أن احنا نعطي المريض الدهون يروح فيها البيت، إذا حب يحقنها مرة ثانية يجيبها معاه وإحنا نجهزها له ونحقنها. يعني هذا شيء مؤسف، أنا وأنت قاعد نقوله وإحنا مبتسمين، لكن للأسف دانا هذه كارثة. الدهون عشان تحفظها في مستشفى ما تعيش كثير، وثلاجة خاصة وفترة معينة لأنها راح تخترب بعدها. للأسف هذه ترى مو بس بالكويت، حتى بالخليج أنا أسمع كثير من زملائي بالخليج يعانون من نفس المشكلة، يقول لك إحنا عندنا الدكتور الفلاني يحقن ويعطي الباج للمريض يروح في البيت. إنزين خلينا نتخيل بس شكل المريض وهو طالع من المستشفى وماسك الدهون على ما يوصل بيتهم بهالحر وحطها بالثلاجة، والله يعلم ثلاجته متبرد ولا لا، وعقب ما لا ندري وحطها يم شنو بالثلاجة، وعقب فترة يروح يطلعهم والله يعلم الخدامة كانت مفضيتهم قبل ردتهم. يعني شوفي
شوف كمية الفوضى بالتكنيك هذا، يعني تتعبين وانت تطلعين غلطات. والغريب بالموضوع انه كثير من الحالات ما يصير فيهم شيء، هذا شيء غريب، لكن طبيا هذا خطأ. يعني انا ما شفته بمكان ثاني، لكن انا شفته في بعض دولنا. فهمتي قصدي؟ فهمتك. ويحقنون الدهن عادي بالدهون بعد فترة. فدانا خلينا نستغل سؤالك هذا، الله يجزاك خير، ان ننبه المرضى ان ما في شيء اسمه اخذ الدهون معي البيت. الدهون انحقنت، الزايد منها يتم التخلص منه، نقطة انتهى. ما في دهن ما ياخذ المريض. زين دكتور، الحين حقن الدهون آمن ومضمون، في بعض المضاعفات تصير ولكن أفضل من حقن الفيلر. أنا كنت أقعد في عزايم وفي يمعات، والبنات في العزايم يقولون فلانة بتي البيت بتقزنا فيلر. هو مو أأمن من الفيلر. الفيلر إذا حقن بالطريقة الصحيحة ومن قبل دكتور وفي مكان صحيح ونوعية طيبة، اللي هي أحماض الفواكه اللي هي المادوم، هذا آمن إن شاء الله. لكن أوكي. إذا كنت تقصدين بسؤالك المواد الدائمة اللي يتم حقنها في البيوت وفي الصالونات، فهذا عالم كبير لو تكلمنا عنه اليوم راح ناخذ فيه حلقتين، بحاول أختصر أنا. تمام. قبل تقريبا 10-15 سنة وأكثر انتشرت مواد في الصالونات وفي البيت، عندهم رقم واحدة يتصلون عليها، الخوات متجمعين بالبيت تحقن طاخ 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 وتطلع. صحيح. أوكي. واللي زاد الطين بلة إن المواد هذه ما كانت تسبب مشاكل وقتها، بينت مشاكلها بعد سنين. صحيح. ليش؟ لأنها دائمة ولأنها مو طبية. لأنها دائمة ولأنها مو طبية. شو تقصد مو طبية؟ يعني مو طبية، الله أعلم، هذا اللي يتهم بالبيت من إحدى الجنسيات الآسيوية، من وين جاي بدهون؟ أنا تذكرت الحين وأنا أتكلم، حادثة حصلت لي أيام ما كنت أشتغل في مستشفى البلطين. كان في وحدة صيدلانية وبنت صغيرة تزوجت، حملت وولدت، فصار عندها نزول بالصدر. هذه صيدلانية وعاقلة وعندها شهادة مفروض وعارفة. اتصلت على وحدة كانت أختها متعاملة معها، حقنتها دهون بالصدر، فلما جتنا البلطين كان يطلع دهن من الصدر، تعرفين الجليسرين أو الزيوت اللي تنباع بالجمعيات اللي لونها شفاف. إيه؟ نفس البيبي أويل. فكان إيه؟ يطلع من الصدر. يعني شوفي لأي درجة الناس كان وقتها، وهذه إنسانة يعني على قدر من العلم. فهذه حطت لها مواد دائمة. فلما تقولي لي شلون مو طبية، يلا هذا مثال. في طريقة أن تتخلص من هالمواد؟ والله التخلص من جزء منها، لكن عملياتها مزعجة ولازم تشيلين معها جزء من الأغشية الطبيعية اللي هي دهن الصدر مثلا أو دهن الوجه. دانا، هذا موضوع كبير، المواد الدائمة في 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 الجسم، سواء كان وجه أو باقي الجسم، موضوع كبير. وأنا ما أنسى أول ما فتحت عيادتي قبل كذا سنة، كان المرضى يقول ليش بتحط لنا أحماض فواكه، إحنا ندفع ونخسر عشان مادة تروح عقب سنة. وقتها ما تلومينهم، هي تكون عارفة أحد حاط من هالمواد الدائمة وليحين ما بينت المضاعفات. صحيح. فتقول ليش أنا فلانة حاطة قبل كم سنة وكاهي ما فيها شيء، بعد سنين قامت تبين الحين. لأنها ما تذوب، تقعد بالمكان تسبب نزول وتآكل حق الأخير. يعني دكتور، هي لو تم إنها ما تذوب أقول أهون المضاعفات اللي تصير. صحيح. التهابات متكررة. نعم. ودانا ما لها قانون، سبحان الله، المادة هذه ممكن الوحدة تحمل يصير عندها التهاب، شنو علاقة الحمال؟ تلقين حطتها صلى 10 سنين. صحيح. وحدة ثانية سوت كذا مرة إجراء بالأسنان وأخذت أبر داخل. صحيح. حق البين، ولا صار فيها ولا شيء، مرة واحدة صار. ما لها قانون المادة هذه. ما لها فوضى، أنا أسميها، والله يكون بعون اللي تحس يعني. اليوم صار في وعي ان الناس ما قامت تتجه حق هذا النوع من الحقن. وعي واضح دائما جدا. وبخصوص المواد اللي احنا نحقنها اللي هي مؤقته، خليني احط نفسي مكان المريض. نفرض المريض قال زين ايش درانا، يمكن موادكم مو امنه. حلو. يمكن موادكم دائمه. اوكي، احنا اذا تبي احنا نذوبها، حقناها اليوم، تبي نذوبها اليوم بالليل، تبي نذوبها باكر، نذوبها، تذوب قدامك، هذا أكبر دليل. بينما المواد الثانية ما كانت تذوب. دكتور، لما أسمع كلمة أحماض فواكه ما أدري ليش يعني أتخيل سلة فواكه.
دانا الغريب، دانا شوف الغريب بالمسمى هذا ان انا ماني لاقي له مصدر، وما في شيء طبي اسمه احماض فواكه، ما في شيء مكتوب كلمه فرود اسيدز، ما في احماض فواكه. انزين منو اللي سماها؟ ما ادري متى تسمت، ما حد يعرف. احماض الفواكه عباره عن ماده اسمها هيلورونيك اسيد، هذا اسمها العلمي، هذا اللي مكتوب على العلبه. حلو. ماده هذه موجوده باجسامنا كلنا، اوكي، ننولد فيها ومع مرور السنين تقل، لكن هذه ماده موجوده بجسمنا، موجوده بالفواكه، موجوده بالمكسرات، بالخضره، موجوده باشياء كثيره. للامانه ما اعرف منو الشخص العبقري اللي سماها، وهذا المسمى موجود عندنا فقط في الدول العربيه، ولا تسمعين كلمه احماض فواكه في اي لغه ثانيه. الحين لما ابي اقز ابره احماض فواكه، حلو، هي بالاساس ابره شنو؟ اسمها هيلورونيك اسيد، فانت ما تروحين تدورين كلمه فروت، ما راح تلقينها ولا تلقينها بمجلات طبيه، تروحين تمسكين العلبه. ترى والله سؤالك مهم، صح والله. ايه؟ تمسكين العلبه، قولوا لهم وين، قولي لهم وين كلمه هيلورونيك اسيد، اقراها بس، اذا موجوده ان شاء الله انت امان. حتى لو لا سمح الله، لا سمح الله نوع المنتج يعني مو اطيب شيء، يعني هذا يذوب، لا إبرة دوبة وتحوله إلى ماء تقريبا نوعا ما، هنتكلم كلام عام. أوكي. لكن دوري الكلمة هيلورونيك أسيد، أحماض فواكه، والدوري اللي فروت ورسمة عنب ماكو. ما في. دكتور، من الأشياء بعد الجديدة يقول أحماض فواكه، حين فهمت يعني مو مثل هذا، مو مثل كذي، هو مو أحماض فواكه، هذا شيء مو صحيح. لا مو صحيح. أحماض فواكه هي هيلورونيك أسيد. أيوة. بس المسمى وايد تسويقه حلو وناجح والله، يعني ناجح. انا قلت لك ما اعرف من العبقري يعني فعلا يعني طلع المسمى وانتشر واستمر. أي. وفرض نفسه. اي يعني لما يقولوا لي بقزك ابره احماض فواكه بعد ما يقزوني، ها شو رايك؟ واو، احس ان انا فريش. اي فريش. دكتور، من الاشياء الجديده اللي اشوفها اليوم منتشره، نعم، هي ابره الكالسيوم. شنو إبرة الكالسيوم؟ أوكي، الكالسيوم كان موجود من سنين، هذا مو شيء جديد، عبارة عن إبرة هي كانت تستخدم كفيلر. أوكي. فيلر تعبئة، نفس أحماض الفواكه، لكن هي تتم فترة أطول. أطول من الفيلر العادي؟ أطول من الفيلر العادي، الفيلر يتم سنة، هذا يتم مثلاً سنتين تقريباً. أوكي. إيه، ما كان يعني واستخدامها طبعاً آمن، ما هو ما في يعني ما كان ضد القانون ومعتمدة، لكن ما كانت، ما حد يذكر يسب إنها تسبب مضارة، ما في أحد يقول هالسبب. بالفترة الأخيرة طلعت دراسات تقول إن إبرة الكالسيوم هذه لما تخفف وتنحقن في مناطق مختلفة ممكن إنها تعطي نظارة. تمام. لو سألتيني عن رأيي الشخصي، أنا ما أؤمن بالكلام هذا، مع احترامي لزملائي، أنا ما أؤمن، وأنا على فكرة أقدر أجيبها عيادتي وأحقنها، أنا مو خسران شيء، بالعكس راح أستفيد، لكن أنا ماني مقتنع بالدراسة هذه. وفي مرضى كثير جوني بعد ما حقنوا في عيادات ثانية كانوا متوقعين أنها تسبب شد وإلى آخره، ما سببت شد، فيوم سووا عملية أنا أقدر أحقنها. إذا تبي عملية موجود، إذا تبي أحماض فواكه موجود، تبي كالسيوم أقدر يعني، بس أنا قاعد أمشي على اللي أنا مؤمن فيه، واللي مجرب الكالسيوم أوبر الكالسيوم علشان النظارة وما جابت نتيجة راح يفهم كلامي. هذا رأيي أنا، أحترم. أنا لازم أجربها عشان أشوف الفيدباك ماله. أنا ما عندي، أنا راح أخبرك. دكتور، في جهاز فعال، جهاز أنا ما أتكلم عملية، جهاز فعال حق البشرة، لاحظت إنه فعال جدا ونتيجته وايد حلوة. هذا يجاوبك عليه أطباء الجلدية أفضل مني، هذا تخصصهم. حتى حق الشد، أنا معقولة حين كل الأجهزة بس تذوب الدهون؟ أخ. ما في شد، ما في اللي يصير ساعات البعض يقولش أنا جربت جهاز شد وبالعكس فرق معي شوية بالوجه والرقبة، البعض يقول كذي. شوفي أنا تفسيري، أوكي، يا من يكون متوهم، لأنه ما يصير يشتغل جهاز معك أنت ومع مثلا 1000 ما يشتغل، ما يصير، يا أما أنه يكون متوهم أنه في نتيجة، أو أن الحرارة على الوجه أحيانا تسبب شد. تخيلي أنت مثلا لا سمح الله تفتحين فرن ويجي هواء حار، تحسين وجهك مشدود لفترة،
صحيح. ونفس المبدأ، هذه أجهزة حرارية نفس المبدأ، كنا الفرن الهواء الحار اللي يطلع من الفرن. بس كنتيجة دانا يعني كم يوم بظل وجهك مشدود عقب الفرن يعني أسبوع. يعني ما مو طبي الكلام. دكتور اليوم حق أي مشكلة طبية الناس ما عادت تلجأ حق استشارة، دش جوجل. أوكي أنا ما أحب جوجل، أحب أستشير دكتور. إنزين بس مثلا زوجي ما شاء الله حق أي مرض حق أي دواء حق أي علاج يدش جوجل. في عالم التجميل إيش كثر الناس قاعد تلجأ حق جوجل كفايدة، وشنو مضرته لكم كدكاترة؟ أوكي جوجل أنا ما أنصح فيه حق مجال الطب أو حق أي شيء ثاني. ده أنا لو كتبت أي مثلا ورم في جوجل راح يعطيك أشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان، راح يضيعك. صحيح. هو مو دقيق، يتكلم بصفة عامة وراح يحوشك وسواس، وبالنهاية راح تروحين حق دكتور. طيب ليش الفترة هذه أنا أقعد على أعصابي؟ فأنا ما أحب شغل هذه. هي حق مجال التجميل، مجال التجميل المريض مثلا نكتب ترهل الوجه شنو الحل حقه، بيعطيك لستة طويلة، أنت ما تدري شنو اللي ناسبك منها من هاللستة الطويلة. صحيح. أنت ما تدري ك... 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 كمريض يعني لازم تروح حق أخصائي أو استشاري تجميل. صحيح. سواء كان جلدية أو جراح وتسأله وهو يختار لك. وإذا حسيت أن أنت مو مرتاح، أنا دائما أقول كلمة هذه، إذا حسيت أن أنت مو مرتاح ترى مو غلط أن أنت تستشير أكثر من دكتور. second opinion هذا رأي تاني، مو عيب ولا في إنقاص من قيمة الطبيب يعني. صحيح. لما تأخذ رأي نفس الشيء يعني، أنا ما أبي أشتت الموضوع، لكن أنا رحت حق محامي لا سمح الله في قضية معينة ما عجبني، بروح أخذ رأي محامي ثاني. صحيح. أنا ما قلت أحد منهم. صحيح صحيح. دكتور أنا أحس موضوع عمليات التجميل موضوع يعطي ثقة مو طبيعية حق الشخص بعد العملية. تلقى البنت تحب نفسها أكثر، تلقى الولد يتقبل نفسه أكثر، تحس كذي الثقة يعني من 5% تصير 1000000% مع الوقت. فإش كثر الصحة النفسية للمريض تتغير قبل العملية وبعد العملية؟ طبعاً إذا العملية ناجحة. إحنا نتكلم عن أول شيء اختيار المريض إذا العملية تناسبة أو لا. قبل شوية كنا نتكلم نقول في مرضى أنا أرفضهم لأن وزنهم زايد. صحيح. يعني ما يعتبرون. صحيح. مرضى تجميل. فإذا أنا ما اتبعت المقاييس هذه وسويت لهم عمليات تجميل ما راح تطلع. مو غلطتها، هي غلطتي أنا أن أنا ما اخترت المريض الصح. فاختيار المريض هذا أول شيء. تمام. شيء ثاني تقبل المريض للنتيجة، لازم يقعد مع الدكتور قبلها ويشرح له، يقول له أنت راح نحقق كذا وكذا وكذا، لكن بسبب جودة الجلد ترى النقطة هذه أنا ما أقدر أحققها لك، بسبب العظام عريضة أنا ما أقدر أسويك. فهمتي قصدي؟ فهمتك. يعني يعطيه صورة تقريبية. بخصوص عمليات تجميل إذا تمت بالشكل الصحيح والمريض كان عنده فكرة وتقبل نتيجة، دانا أنا سمعت كثير من مرضى كثيرين تقول يعني بكل صراحة أن أنا يعني حتى علاقتي مع زوجي صارت أفضل. واحدة تقول لك أنا حركتي صارت أفضل وقمت أروح النادي وصار عندي ثقة بنفسي، وأنا أروح النادي قبل كنت أستحي. يعني فعلا إذا تمت بالطريقة السليمة ومع المريض الصحيح والمريض عنده فكرة عن النتيجة تقريبية، المفروض أنها تعطي أثر إيجابي. لكن في مرضى للأسف اسمحي لي أنا بسميهم مرضى تعساء. مرضى هذا يكون إنسان تعيس، واسمحي لي أشرح لك شنو معنى المريض التعيس. التعيس هذا مو موجود بكتب الطب، لكن أنا بعد السنين هذه لقيت في فئة موجودة فعلا عايشين بيننا يسمونه الشخص التعيس أو المريض التعيس. هذا غالبا يكون إنسان طيب بس شخصيته ضعيفة. شلون؟ سوينا العملية، شلنا قطعة كبيرة من البطن، الترهل راح، مش عارف إيش، كل شيء تمام من إلى قبل وبعد، تغير كامل، مريضة مبسوطة تشكر فيك، صار لها شهرين عقب العملية، فجأة طلعت عقب 6 أشهر تيك زعلانة. ليش؟ شنو اللي زعلت؟ شنو اللي صار؟ صديقتي تقول كان المفروض، أختي تقول زين أختك ما تعرف شنو ظروف العملية، أختك نسيت يمكن شنو كنت وشنو صرتي، ليش أنت تسمحين حق الناس إنه يهزونك؟ تكون شخصيتهم ضعيفة. وهذا ترى مو بس بالطب، ينطبق على أي شيء ثاني. واحد يشتري سيارة مستانس صار له كم شهر يسوق سيارة مبسوط ماكو مشاكل، يطلع له واحد يقول له ليش خذيت السيارة، ليش ما خذيت. فإذا هو إنسان ضعيف
راح يكره السيارة ويصير إنسان تعيس على آخر اليوم. صحيح. مع أنه كان مبسوط فيها. أي. فللأسف ما في جهاز يبين لي بالعيادة منو المرضى هذيلة علشان ما أسوي لهم عمليات. إيه تفك نفسك. ما أحياناً يبين. بس أحياناً يبين طبعاً بس جزء بسيط اللي يبين، لكن ساعات ما تقدر. فأنت تراويهم صور قبل وبعد نوعاً ما يتذكرون. لكن أنا ما أقدر أروح بيتهم وأكلم أختهم يعني. ممكن الغيرة دكتور، الغيرة وايد تلعب. والله ما حبيت أتكلم أقول الشغلة هذه. أنا يعني شفتها بعيني دانا، أنا شفتها بعيني، شوفها بين الصديقات أوكي. إيه؟ لكن أزعل لما أشوفها بالعيادة بين الأخوات. أنا ما كنت بتكلم موضوع هذا عشان ما نسود. إيه؟ يعني نعطي نظرة سوداوية وأن الأخوات والصديق، لا حرام، أغلب الأخوات يعني يكون مع أخواتهم وينامون عندهم بالمستشفى فقارة، والصديقة يعني تمشي وتمدح. لكن أنا لاحظت أن في نسبة دانا وايد كبيرة. إيه أكيد يعني ترى دكتور شوي في صعوبة لما الواحد ياخذ قرار يسوي عملية تجميل، ترى الموضوع مو هين. لا مو هين، ترى يحتاج قوة. صحيح. ويحتاج ثقة ورسك. ما يعني أنت مثل ما قلت المريض لازم يتقبل شنو ما كانت النتيجة. صحيح. فتخيل لما أحد يتغير حاله ونفسيته تتغير، فأول شيء في بعض الناس بتوجه حق اللي قدامنا، لا العملية مو حلوة، العملية ما ضبطت، فييلك المريض التعيس ويتذمر من صحيح حاله. صحيح صحيح. أي هذول حسابهم معي أنا بعدين. يلا شدي حيلك. أي لازم دكتور، شوف ما أبي أزعلك بس هو صراحة واقع، ما أدري شلون حاولت هالسؤال يعني ألطفة بس ما راح يصير لطيف. عادي أسئلة؟ سألي. في ناس تعامل عمليات التجميل نفس المطعم، نفس القهوة، نفس الجمعية. نعم. كل ما سمعوا عن شيء جديد أول ناس راحوا العيادة وحطوا موعد. والله يا دانا ما يشهد الله ما كنت عارف شتب تسأليني، لكن توقعت سؤال سيء. هذا مو سؤال سيء صدق، يعني هذا سؤال عادي. وبالعكس بعض اللي راجعوني يعني مثلا ساعات مثلا خلينا نقول يا ترف البطن. أوكي. ما يخالف الزند مثلا شوية دكتور بالمرة خلينا نشوف الزند، ما يخالف هذا مقبول. بعدين تفتح مواضيع ثانية، زين ايش رايك هنا ايش قلت له، فيعرفون المرضى يقول لها داشة جمعية ناخذ هذا وهذا نحطه بالعربة. أنا ما يصير الأشياء الأساسية اللي مضايقتك اللي خلتك تاخذين موعد هذه نسويها. أيه. لكن تقعدين تفتح لي مواضيع ثانية أنا ما أحب. فصلش كلام اشترد أنا يعني البعض كأنه رايح جمعية بيسوي كل شيء. هي لازم تيجي عاد أنت كلمتك خلاص، هذا ينفعك هذا ما ينفعك، هذا نسويه هذا ما نسويه. لأن فعلا بالنهاية هذه عملية دانا، ما يصير يعني تسوي كل شيء يطلب المريض. في أشياء يطلبونها يعني خليني أقول لك أنا ما أقلل من قيمة نظرتهم لنفسهم وأقول لا هو ما يعرف حق جسمه ما يعرف، لكن في كثير أشياء يطلبونها ما تسوى عملية، ما تسوى. فأرفضها. أوكي. دكتور كل واحد عنده ضمير نفسك. لا العفو صح ولا لا؟ لا لا في لا في لا في إحنا ما نشكك بالناس دانا. أكيد. إحنا ما نشكك أكيد. بس أوكي لقيتي ناس مثلا يتجاوزون المقاييسهم مثلا، لكن الغالبية دانا يعني المفروض ان شاء الله يعني ان شاء الله نحسب انه في يوم خير ان شاء الله. ان شاء الله. أي. ان شاء الله. الحين معايير الجمال احسها هم بحر، بس اول شيء قبل لا ادخل في معايير الجمال، شنو معايير الجمال عند دكتور التجميل؟ دانا مقاييس الجمال يعني انت لو سالتني السؤال هذا قبل كذا سنه كان جاوبت بطريقه مختلفه. الحين خلاص بسبب العولمه ونصبنا بقريه واحده فصارت معايير الجمال عندنا متقاربه، سواء باسيا دول عربية أفريقيا بأمريكا، صارت معاييرنا قريبة. بمعنى ثاني، أول في أغلب الدول بالعالم البنت البيضة واللي وزنها سمين هذه بنت عز، تأكل زين، عندهم أكل، ما تشتغل، ما تتعرض للشمس، تشتغل بالحقول ولا تشتغل عند أحد. فكانت معاييرهم السمنة والبيض. تمام. الحين المقاييس تغيرت، صاروا يحبون العكس. طبعا ما نعمم، احنا نتكلم عن يعني عن 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 تقريبي. صحيح. الحين صاروا البنت لازم تسوي تان يعني عندها فلوس وتسافر وتطلع اجازات وتروح اماكن فيها بحر وبيج.
أوكي، وتحافظ على جسمها تكون ضعيفة لأن عندها فلوس وقت تروح الجيم فهي مدلع. يعني هذه صارت مقاييسنا. فلاحظي هالمقاييس صارت تنطبق علينا في دولنا العربية، في أوروبا، في أمريكا، صارت مقاييسنا واحدة. صحيح. ولو بتلاحظين ترى حتى الأكل، الأكل أول كان نودلز، إحنا ما نعرف النودلز والسوشي كان موجود عند، الحين لو تروحين أي مكان صار أكلنا واحد. صحيح. ما بيتكلم كثير بالأكل، بس مثلا حتروحين أي مكان بأمريكا بأفريقيا في بالمنيو نودلز وسوشي، من كان يعرفه أول؟ ليش؟ لأن صرنا نعيش في بيت واحد. صحيح. فالمقاييس مو بس بالجمال قربت، حتى بالكلمات، كلمات كثيرة صحيح تنكتب ما بين العرب والغير عرب، خلينا نتكلم والشاي أي كان، تلقين في كلمات وايد قريبة منه. حتى دكتور بعد البرودكتس، المنتجات، يعني صح كلامك قبل شوي لما ذكرت عن شرق آسيا، اليوم وايد ناس صارت تلبس عدسات كورية توسع العين، تفتيح البشرة. ليش؟ يعني لأن صرنا قرية واحدة، خلاص صرنا بيت واحد. صحيح. هذا بسبب العلماء. فلمني أكلمش عن مقاييس الجمال، شنو تبيني أكلمش أي مقاييس؟ الحين ضاعت السالفة. دكتور صح، هي شوف المقاييس ضاعت، بس عند دكتور التجميل يعني تحب الملامح الطبيعية ستيل؟ أي شيء طبيعي يكون أحلى وجذاب أكثر، أي شيء أوفر حتى العين ترفض أدانه. مهما كان الملامح الطبيعية تريح العين. ذكرت لك قبل شوية عن الفيلرز وأن الناس تحط فيلرز كمية كبيرة، ده أنا يعني ما عليه، المنظر يكون مزعج لما يكون ويك، لما صحيح تكون ناس اتشابه، أنت قاعد بمطعم هذه تشبه هذه هذه. صحيح. هذا شيء مو مريح، فدائما الطبيعي يكون أريح. طبعا أنا لو أبي أتكلم عن التجميل دكتور وايد عندي أسئلة، بس أنا يعني في بارت ثانية بتكلم عنه اللي هو الحروق. نعم. هذا الموضوع أنا أحس إنه موضوع وايد حساس، أسباب وايد الحين أبي أذكرها لك وليش أنا أحسه حساس. في طريقة حق ترميم الحروق بجلود الحيوانات، مكرم السامع، هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ إجابة عامة غير صحيح، أي شيء من غير جسم الإنسان ما تقدر تستخدمه في صورته الطبيعية، حتى لو كانت أختك توأم ما نقدر ناخذ منها جلد ونحطه عليك. لكن في بعض الحالات يستخدمون بعض جلود الحيوانات ويعرضونها إلى حرارة ومواد بحيث أن هي تفقد صفتها الأساسية وتفقد خلاياها، ويتم استخدامها في بعض الحالات بصورة مؤقتة إلى أن يطلع تحت خلايا جديدة، لأن جسمك مهما سويتي ما راح يتقبلها، لو كانت معالجة أو غير ما يتقبلها 100%. فنعم تستخدم في بعض الحالات، وهذه استثناءات دانا. استثناءات تستخدم في بعض الحالات. أوكي. كذلك بعض، وهذه معلومة يمكن البعض يستغرب منها، مثل ما في تبرع بالأعضاء، الجلد يعتبر عضو، بالعكس يمكن هذا أكبر عضو بالإنسان هو الجلد، فيتم التبرع في الجلد ما بعد الوفاة، لكن يتم معالجته واستخدامه في بعض حالات الحروق اللي تكون يعني تكون مناطق كبيرة، وأعيد وأقول الجسم ما يتقبله، لكن هذا يعتبر كقيار بيولوجي لفترة مؤقتة بدل لا تسوي الغيارات كل يوم، بعدها يطيح تطلع خلايا تحته جديدة تقدر أنت تأخذ من الجلد الإنسان وتحط عليها. فإي نعم يتم استخدام الجلود بعض الحيوانات لكن بصورة مؤقتة كغيار بيولوجي. عقدتكم بس هذه الإجابة الصحيحة. لا 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 الجواب حلو دكتور. لحظة أنت وين مطلع هالسؤال؟ هذا صج، هذا مفاجأة. لا ده ترى بالكويت عندنا. إيه. وكنا ما بلو عجبتكم، بس كنا مثلاً اللي توفى وعنده. لا أنا ما كنت أخذ عن تبرع. ناخذ من ال ما بلو عجبتكم، تقولي تم ساعة خشية اسمع هذه، اللي توفى مثلاً خلاص ميت على جهزه عنده قراره متبرع بنفسه بالأعضاء، ناخذ مثل ماكينة حلاقة
وزارة الصحة يعني مو لعب هذا، كنا بالبابطين وياخذون الجهاز، ناخذ الجلد ونلفه بشاش وهذا نحطه على واحد محروق وايد. بس شنو يصير مؤقت، يقعد الأسبوع 10 أيام بعدين يطيح، على الأقل يكون الجسم رمم نفسه شوية. أوكي فهمتوا قصدي؟ لا كل يوم تدخله تسوي له غيارات. الحين دكتور أنا عندي بطاقة تبرع الأعضاء بعد الوفاة. نعم. تبرع الأعضاء هل تشمل تبرع الجلد أيضا؟ نعم، بس مثل ما قلنا الجلد هذا ما يتقبله أي جسم ثاني، لكن يتم استخدامه كغيار بيولوجي مؤقت، يعني بدل المريض كل يوم يسوي غيارات وبدلول وإلى آخره، ينحط الغيار هذا مرة واحدة، خلينا نقول بعد أسبوع خلاص راح يبتدي يطيح، أو 10 أيام يبتدي يطيح، هالفترة تكون طلعت خلايا جديدة تحت. هذه إجابة عامة. أي. أنزين دكتور عندي سؤال ثاني. تفضلي. شنو الجلود اللي تستخدم للترميم؟ لا ما راح أقول. لا ما راح أقول، هذا سؤالك هذا ما يصير. أنا أدري أنت تلفين ودي ما راح. شنو؟ لا ما راح أقول. دكتور شنو هي الخطوة السليمة والصحيحة إذا صار في حرق نفس الوقت؟ يعتمد على الحرق وين، عمر المريض، امتداد الحرق، هل هو حرق ماي، هل هو غاز، منطقة العين مشمولة، داخل الرئة لازم نروح الحوادث قبل الله يسكر، هذه كلها الأمور المريض مو شغله ولا يعرفها. فالمفروض لما يكون في حرق يتم التوجه إلى أقرب مركز حوادث. أقرب مركز حوادث. إيه؟ طبعًا إذا حرق صغير إحنا نستثني من الحروق البسيطة هذه، لكن أتكلم عن الحروق اللي هي يعني تغطي منطقة كبيرة من الجسم. في نوع من الحروق دانا يخدع، اللي هو حروق الغاز أو استنشاق الهواء الحار. يعني واحد انفجر الغاز بويها صار في حروق، انتهى الموضوع، الريال ما في شيء، يتكلم قاعد وراح حط على ويها ايا كان من الكريمات اللي احنا نعرفها حق الحروق، خلاص انتهت السالفه، كاهو صاحي ما في شيء وحالته مستغرب، لا ما انتهت السالفه. هذا اول واحد لازم يروح قسم الحوادث. ليش؟ لان احيانا مع حدوث حروق للوجه، خاصه اذا كانت غازات او غازات حاره، تدخل الى منطقه البلعوم، سبب حرق داخلي يؤدي إلى تورم المنطقة الداخلية مع القصبة الهوائية. تورم القصبة الهوائية يسكر مجرى الهواء، يعني المريض ما يتنفس. بس قبل فترة كان يتنفس، شو اللي صار فجأة؟ لأن حرق داخلي. أيوة. وشو نقول لهم؟ نقول لهم مثلا يتغير صوته، لأن القصبة الهوائية تبتدي تضيج، نفس الصفارة تبتدي تضيج فيتغير صوته. هذه علامة متأخرة على فكرة. شنو العلاج دكتور؟ إنه يروح مركز حوادث ويحطوا له يعني غالباً تيوب داخل القصبة الهوائية، لأن إذا تورم وسكر صعب يدخل التيوب. دكتور بما أن إحنا قاعدين نتكلم عن الحروق، نعم. تمام، أبي أتكلم عن فترة شوي صعبة، مو بس على أهل الكويت، على أهل الخليج، لما سمعنا بهذه الأزمة اللي هو حريق الجهرة. نعم. أي أنت كنت المنسق العام لزيارات الأطباء بمركز البابطين. نعم. وقتها للحروق، صحيح؟ نعم. أي هذه الفترة شلون عدت؟ دانا هذه كانت فترة وايد صعبة، يعني نقول الله يرحم موتاهم آمين ويشافي مرضاهم، فعلا كانت جدا صعبة. وتم ساعة سألتيني عن الحروق وأنا أجاوبك عن القصبة، وهذا يمكن إذا لاحظت شوية أنا طخيت لأن تذكرت الموقف اللي صار معنا، صار لسنين الحين، بس كانت كارثة، كانت فعلا كارثة دانا، فعلا يعني الله يصبر أهلهم. وكان عدد كبير في 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 فترة قصيرة، أنت مهما كانت طاقتك ما تقدر تلحق الناس هذه كلها. صحيح. هذا شيء دانا من ضمن القصص، أنا بنقلب يعني الموضوع، لكن من ضمن القصص مثلا في ناس كانوا جايبين أهلهم المستشفى، تمام، عشان أهلهم محروقين كانوا موجودين معاهم بالعرس، فكان عندهم حرق نفس اللي جايب، خلينا نقول أخته أو جايب بنته أو جايب، كان عندهم حرق داخلي بالقصبة الهوائية. بس كان مستقر، ما يبين عليه شيء، بس لأنه يا لهب حار حرق داخل، لكن شيء بسيط، تمام. بعد فترة هذيلة لما طلعوا، لأن هم ما كانوا يشتكون، هم يبين ناس محروقين حرق شديدة. أيه. فهذيلة عقب ما طلعوا
برا المركز لأنه راجع بيتهم مثلاً. زاد التورم داخل القصبة الهوائية، فسكر، فاللي توفى بسيارته، اللي توفى ببيته، فهمتي قصدي؟ فهمتك. يعني حتى بعضهم إحنا ما ندري إنهم كانوا محترقين، وهذا مو تقصير. ما تخيلي إنسان ما شكه، فما يصير تقول له أنت جايب واحد محروق، أنت تعال معه بندخلك المستشفى، تعال. ما أنت ما تدري إذا كان هذا موجود بالحادثة نفسها أو لا. صحيح. هذا مو تقصير من أطباء ولا شيء، حرام يعني. فالشاهد أن الحروق اللي يكون فيها لهب أو استنشاق حرارة، هذه خلي سالفة أن العين تتأثر، لازم نشوف دكتور العيون، يفحص القرنية، ولا خلي الموضوع هذا مهم، لكن الأهم هو مجرى الهواء. هذا ما له أعراض غير أن ما له ضيق نفس، بس يصير تغير بالصوت، يقول لك أنا مو صوتي مثلا. بس إذا ياكل حوادث، مريض قال لك أنا فرن غاز انفجر، شيء فيه غاز وهواء حار، أو دشيت داخل أطلع شغلة الغرفة محروقة بس أنا ما احترقت، بس لاحظت أن صوتي تغير، هذه إشارة تقريبا متأخرة، لازم ينحط تيوب داخل وينشال الهواء. إيه، ينحط تيوب ويتخدر المريض، جهاز تنفس، ينحط على جهاز تنفس وينام بالمستشفى. دكتور، وأعراضها فاجأني الموضوع، أعراضها سريعة يعني؟ إيه، خلال خلينا نقول من دقائق، طبعا يعتمد على حرارة اللهب وحرارة الهواء اللي داخل. أي. ومدى تعرض المريض، يعني مثلا واحد دخل البيت محروق بسرعة بياخذ أعراضه ويطلع. صحيح. وما يمه لهب ولا شيء، هذا ما في شيء. لكن اللي يقول لك أنا الغرفة كانت حارة، كنت أتنفس هواء حار، هذا لازم تحط عينك عليه. حتى لو ما في شيء، تقول له أنت تبات اليوم بالمستشفى تحت المراقبة وتشيك على صوته كل كذا دقيقة لأنه تصير سريعة. صحيح. إذا ما صدت الفترة هذه خلاص تفقد المريض. هالأزمة شو تتذكر منها دكتور؟ والله جد أنا ما أتذكر منها شيء واحد زين للأمانة. كانت فترات حزينة، كنا نشتغل حتى ما كنا نمشي على ساعة، انتهى دوامي أروح البيت، ما كان في شيء اسمه ساعة، كنا نشتغل الليل مع النهار. أنت عارفة لما صارت الحادثة ما كان في أطباء، يعني أجانب كنا إحنا الموجودين، يعني أطباء المركز، أقصد بكلمة أجانب الزوار. أي نعم. فهم عقب ما وصلوا بيومين تقريبا على ما أذكر، شافوا أن أغلب الشغل تم إنجازه وبصورة صحيحة، ويرجع حق الجرائد بذاك الوقت راح يقرأ تصريحاتهم ويقرأ إشادتهم بفريق الحروق في المابطين. هذا من أطباء زوار على مستوى عالمي. فإحنا عندنا إمكانيات بالكويت، مو بس بالتجميل، كل التخصصات. إيه، لكن أحياناً تنظلم مثلاً بسبب بيروقراطية، سبب قلة التجهيزات، سبب يعني. لكن عندنا كفاءات دانة كبيرة، يعني حرام تنظلم. الحمد لله يا رب. آخ دكتور، ما أحب الختام بس عندي سؤالين عادي أسألهم قبل الختام. أنا مرة شفتك في الطيارة، أعتقد كان على الطيران القطري يمكن. إيه صحيح. أي بعدين يوم فتحت أكاونتك أشوف في وايد بوستات عن العمل التطوعي. نعم. أبي تكلمني عن العمل التطوعي. كنت وقتها جزء من فريق طبي جراحي اسمه فريق الأمل. المسؤول عنه طبعا هذا تطوع بالكامل، ما في أي فائدة ولا شيء غير الأجر. نعم. المسؤول عنه جمعية العون المباشر. نعم. اللي أسسها المرحوم عبد الرحمن السميط. نعم. رحمه الله عليه، واللي حاليا يرأسها ولده الدكتور عبد الله السميط. الفريق هذا برئاسة الدكتور هشام بورص جزاه الله خير، هو مؤسس الفريق. ولما شفتك احنا طالعين من الكويت رايحين الدوحة، انت نزلتي واحنا كملنا أديس أبابا في أثيوبيا، وبعدها اعتقد انها كانت تنزانيا، كان واحدة من الرحلات اعتقد تنزانيا. الفريق يضم تخصصات جراحية متعددة، جراحة تجميل، جراحة عامة، جراحة أطفال. بالسنين الأخيرة انضموا معنا زملائنا أطباء الأسنان الله يعطيهم الصحة والعافية، بس أنا أتكلم عن البدايات. كنا نروح مناطق، يعني أنا لو ما الفريق هذا بعد الله سبحانه كان أنا ما شفت في مناطق، يعني أنا أول منطقة أذكر رحت منطقة اسمها غامبيا، أنا ما أعرف غامبيا وين بالخريطة.
رحت منطقة اسمها صومالي لاند. صومالي لاند هذه غير الصومال، اسمها أرض الصومال، غير معترف فيها من قبل الأمم المتحدة، ما أعرف الحين اعترفوا فيها ما أدري. رحنا مناطق غريبة يعني أثيوبيا، تنزانيا. كان عمل تطوعي بحت، لا هو ديني ولا سياسي ولا أبدا. كنا نشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة يمكن 7 بالليل، 12 ساعة، لا نأكل ولا نمل، كل واحد يعني مبسوط، لأن فعلا أنت تروح عالم ثاني، ناس تشوف الفقر على أصوله. كل سنة أنا أرجع من السفرة هذه أكون تعبان، لا نايم لا ماكل لا مرتاح، فأقول أنا شكلي راح السنة الجاية أعتذر ما أروح. ولما أرتاح وطوف شهر شهرين أحسب متى السفرة اللي بعدها، لأن فعلا أنت تشوف عالم حتى بالتلفزيون ما شفناه، شيء تشوف تحتك بالناس مباشرة. يعني من ضمن الأشياء اللي صارت، مرة يتنا واحدة شايلة ولدها متوفي على ظهرها، صار له يمكن يوم كامل جاية تعالج عندنا. مرة من ضمن الأشياء نسوي عملية حق واحد قال أنا صار لي يومين طالع من مكاني، على قولته يقول أخذت 2 عربة، يعني إحنا كلمة عربة يستخدمونها، وكان في مترجم ممرض. فقلنا له أنت شلون سمعت عنه بيومين، يعني أنت وين عايش؟ فقال أنا أعيش بالحقول والغابات، جاري عنده راديو. فقبل لا تيون الحكومة سوت إعلان بالراديو، أنا جاري قال لي أنت عندك مشكلة تفتاق كبير هني مسبب لك مشكلة، ليش ما تروح حق هذيلة؟ يقولوا أدفع وكذا على مايت. طبعا ما عندهم غير هدومهم اللي عليهم بس. إيه ده أنا فقر، شفت تجون شيء ثاني. إنزين لو إحنا لا سمح الله كنسلنا ماينا ما حضرنا لسبب إن كان، هالسفر اليومين اللي أنت هنا على قولتك 2 عربة، هذا شي ردك مرة ثانية. المهم أنا هذا ما أنسى. فقبل الله يتخدر هو تبع تخصص الجراحة، بس مثلا أنت ممكن تساعد هني وهم يوني يساعدونك. الوضع جدا يعني جدا يعني مثل ما نقول إحنا بالكويت يشيلني وشيلك، يعني الوضع لأن ما في إمكانيات. صحيح. فقاعد يكلم الممرض ويأشر عليه، قلت له شي يبي شي يقول؟ كان يقول بيعطيك فلوسه، لأنه بينام ما يدري وين يحط فلوسه. الحين أنا وين أودي فلوسه؟ قلت خلاص عطني عملة صح أطلع الفلوس ولا مثل حديدة واحدة، هذه فلوسه ما أدري هذه كم تسوى. فخشيتهم عندي لما صح عطيتهم إياه. بس طعي شلون الناس جاية يعني. أذكر مرة من المرات كنا لما مثلا نطلع من العملية نبي نشم هواء، لأن فعلا أنت تتعب. في مثل بلكونة كذي بالمستشفى، ففي أجلكم الله حوطة بالزاوية بانين مثل سور صغير ارتفاعه متر ونص كذي، زبالة، الزبالة يقطونها هناك، وأنا ما أدري من ينظف الزبالة تالي. أشوف نسر ينزل وينقد ياكل ويطير. مرة مرتين أسأل واحد من الممرضين الأفارقة اللي هناك، قلت له هذا شنو قصته النسر هذا، شنو اللي هاد الدنيا كلها وطابع على زبالتكم يعني؟ قال هذه احنا عندنا قسم نسا ولادة، فهذه المشيمة لما يقطونها هذا أكل سهل حقه ياكل وروح. فتخيل احنا كنا أسبوع هناك، احنا نشيل أغشية كثيرة وحروق فيومها يشوفي عاد حس بنت كمية الأغشية، صار عنده بوفين نسر شكله زاد وزنه يعني. فأفريقيا لو تكلم يعني دانا شيء ما يعني، كنا نمشي قدامنا سيارتين ورانا سيارتين من الجيش وعندهم أسلحة، لأنه مهما كان ما في ذاك الأمن. أنت تنزل المطار عبارة عن شبرة ومدرج، مدرج يغطي الرمل يعني. أنا بفهم والله يعني الله حفظنا، هالطيارة شلون صار لها صيانة؟ إحنا بنرد فيها مثلا عقب فترة، ما أدري. الوضع في أفريقيا لا حسبة ثانية لا يعني. ومن ضمن الأشياء اللي صارت، رحنا منطقة دولة ما بيقول اسمها، دولة أوكي. معروفة، ونزلنا أنا شفت إن في بنايات، ويعني قاعد أقول أنا ليش جايين هني؟ هذه دولة فيها شوارع، وإن العادة الأماكن اللي نروح لها على يعني على قد حالهم. تمام. يعني العادة البيوت اللي نشوفهم يسمونها البيت الأثيوبي عبارة عن مثلا قوطي قاصينا مطقطقينا حاطينا خشب، طبعا هيكل خشب، وأي شيء يلقون مثلا قرطاس طربال يحطونه هنا، قوطي ثاني يحطونه هناك، كرتون لما يغطونه. تمام. هذا الموجود. حلو. داز الهواء يقصصونه ويحطونه، هذا البيت الأثيوبي إذا أو الأفريقي إذا جينا صح التعبير. هذه دولة فيها عمارات وشوارع ومحلات، ليش جايين إحنا؟ فالشاهد من الموضوع إنه ساعات يكون عندهم طب، نعم
بس مو لذيك الدرجة من التقدم. فلما يجي فريق من الدول العربية، أغلبنا عرب يعني موجودين، للأمانة كانوا ينظرون لنا نظرة، أذكر أنا أول يوم ما كانت نظرة حلوة. ليش دكتور؟ يعني أنتوا جايين تنشرون، أنتوا جايين تنشرون دين، ولا أنتوا سياسيين، ولا مو عارفين إحنا عندنا مستشفيات ليش؟ فهمتي قصدي؟ لكن إحنا مرتبين مع وشوفي من قبلها طبعًا ما نروح إلا مرتبين. إي نعم. فيصدف ذاك اليوم إن في مريض ينولد حالة نادرة لكن موجودة، والدكاترة اللي يسمعون يعرفون إن ينولد الطفل هذا ما عنده فتحة شرج، فهذا لا يموتون. صحيح. إذا ما في مستشفى هذا يموت خلاص، يوم يومين يموت. فكان معنا الله يذكره بالخير الدكتور الاستشاري واسمي الفضل استشاري الأطفال. فأول يوم كان طريقتهم ما كانت سيئة، لكن ما كانت يعني ما كان فيها ذاك الترحيب. فالدكتور سواها بالمنظار وعاش الطفل. ثاني يوم تلفزيون الدولة موجود، طلبة طلعوا لنا ما أدري من وين، استشاريين جايين يحضرون معنا العمليات. تغير 180 درجة الموضوع. يعني هم عرفوا أن هذيلة فعلا عندهم يعني عندهم بفضل الله علم. صحيح. فإحنا لا ننغر بالمباني أحيانا، وكذلك ما المفروض نقلل من قيمة الكويت. صحيح. يعني ما يصير نقلل، في عندنا كفاءات. إذا مثلا شكل المبنى الحكومي ما مو عاجبك، إذا مثلا في بيروقراطية الدول الفلاني مو متوفر، مو معناته أن الدكتور وأنا ترى ما أشتغل بالحكومة. لا لا صحيح. أنا قطاع خاص، أنا ما لي شغل بالحكومة، بس أنا يعني أقول الحق. صحيح. عندنا كفاءات دانا. إي نعم. لكن كثرة الانتقاد يمكن خلى الناس تنظر شوية نظرة. صحيح. سيئة للكفاءات. دكتور الفريق كويتي 100%؟ لا، في معنا عرب، في معنا أغلب، في معنا مثلا من مصر ممرضين. حلو. بس أغلب كويتيين. وانت تسولف عن العمل التطوعي ذكرت جملة قريتها في مكان، يقول لك إن كثير هم الناس وقليل من يملكون الإنسانية. لو بقول لك هذه التجربة العمل التطوعي شنو أضافت حق عهدي الإنسان مو الدكتور؟ والله ده أنا أول شيء هذا يصير فيك إدمان تدمنه. قلت لك أنا لما أرجع من السفر كنت تعبان ومو نايم وأنت تشتغل على فكرة يعني ما تدري في عندهم نسبة كبيرة بأفريقيا من الإيدز. صحيح. يعني أنت قاعد تحط، تخيل لو دكتور يحوش إيدز هذا خلاص حياته توقف. صحيح. لكن مع ذلك يحوشك إدمان. خلاني أشوف الدنيا من 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 منطلق أنا لو بروح سياحة أفريقيا أنا ما راح أروح المناطق هذه، بسكن بوتيل وبسكن كذا. صحيح. لما تروح تشوف الدنيا فعلا تحس ان احنا بنعمة، احنا بنعمة فعلا. انا يعني ما بيقولش ما عندهم كهرباء، ما عندهم بيوت، الناس تنام برا كذي يعني ما عندهم. بالختام دائما احب اسال سؤال ما له علاقه حين بالمجال. الله يستر. لا لا سؤال بسيط ترى. شنو الشيء اللي بديت تفقد اهتمامك فيه مع تقدمك بالعمر؟ أفقد اهتمامي فيه مع التقدم بالعمر. هذا ما له علاقة بالتجميل، بس رأي الناس فيني ما يهمني. ما يهمك؟ ما يهمني. ما أول كنت أحسب حساب الناس وترى فاجأني سؤالك، بس ما يهمني حتى يعني خلاص الواحد يسوي اللي عليه والباقي على الله. أنا ماني مجبور إن الناس يحبوني ولا يكرهوني ولا يفهموني ولا أنت تمشي عدل وإن شاء الله ربك يعني بيوفقك. آمين يا رب. تعبتك بهالحلقة دكتور ولا؟ لا والله بالعكس، تانا بالعكس. أي أحتاج سيزن 2 عيال معك بس بعد البريك. دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا على وجودك، شكرا على المعلومات اللي صراحة طريقة سوالفك فيها وطريقة تسلسل الأمور كذي حسها ببساطة حمسني أجرب الكالسيوم، أحماض الفواكه، كل شيء أبي أجربه اليوم. فيعطيك العافية، استمتعت وايد. مشكورة دانا، أنا اللي أحب أشكرك. شكرا. وراح أكون مقصر لو شكرتك وما شكرت الفريق اللي معاك الشباب. يعني نشكرهم جميعا فعلا، يعني فرق كبير، بس إحنا ما نشوف إلا دانا. بعد هم صراحة يعني الناس المجهولة والموجودة في حياتي. يعطيهم العافية جميعا. شكرا دكتور. Thank you so much. حياك الله.